الاس ال انجري فروم اناتوميكال باور ميكانيكال نورو ماسكولار كونسوليشنز. يبقى الاس ال انا هتكلم عنه هتكلم عنه احنا اتكلمنا على الهيستوري بتاعته ازاي بنشوف ازاي بيحصل ايه مش هتست نعرف ده اس ال ازاي. مين العيان اللي محتاج عمليه اس ال؟ اي واحد يونج ايج. يونج ايج ده يعني 25 30 40 سنه 45 سنه ميل بيلعب رياضه وعاوز يلعب رياضه والرياضه تتطلب الروتاتيف روتيشنز والدايركشن وتشينج دايركشن اكتيفيتي. حصل له جيفنج واي ولو وانس مره في عمره يعني هو اتحركت الاصابه ورجله بتفلت منه فلتت ولو مره واحده اوبرت هيعمل عمليه. طب عين اي سي ال في الام ار اي وحصل له اي سي ال ام جي ورجله ما بتفلتش رجله ايه؟ ما بتفلتش خلاص هيعمل الريهابيتيشن بتاعه ويجين الرينج ويلعب رياضه وحياته طبيعيه طالما رجله ما بتفلتش مش محتاج عمليه. بعيدا عن مين؟ احنا ما بنعالجش الام ار اي بنعالج عيان العيال اللي رجله تفلت انديكيت فور سيرجي طالما يونج ايج. طب واحد 45 سنه ميل وعنده اي سي ال رجله تفلت وعنده الرغبه ممكن يعمل لايف ستايل تشينج هيعمل لايف ستايل موديفيكيشن هيغير اللايف ستايل بتاعه وقلل الاكتيفيتي اللي فيها روتيشنز ومش هيلعب سكواش بيلعب تنس هيبطل يعني حاجه تقدر تشيل هيبقى رغبه ده الليك يعمل اومامج يعني العيال اللي تحت 40 سنه كده مصر ليه؟ عين الاي سي ال لو فضل المايكرو او الكارنت جيفنج واي يدخلنا ايه اللي بصوا على الصوت وشونا هم الكبر. مش معنى كده العين اللي هيعمل اي سي ال مش هيجيله خشونه لا هو الفكره في ان اللي يعمل اي سي ال لو عنده اي سي ال البروجريشن بتاع النيو اوسيو ارثروليس بيكون ابطا شويه لو هو بي سي ال هيكون اسرع تاني يعني سي مثلا انا عندي 40 سنه وجالي اي سي ال وعاوز العب رياضه واتنطط واعمل كلام من ده لازم اعمل اي سي ال طالما رجلي بتفلت مش معنى كده ان انا مش هيجيلي خشونه لا الخشونه جاي بس ايه انا لو ما عملتش الاي سي ال كان ممكن ابقى مودريت تو سيفير اوس ارثروليس عند 50 لو عملت الاي سي ال 55 يعني تقريبا لو كان هو 35 سنة مثلا، واحد 35 كان هيبقى مودريت سيفير اوس ارثرايتس عند 50 عنده جاله اي سي ال، لو ما عملش الاي سي ال هيبقى عند 40 مثلا مودريت سيفير اوس ارثرايتس. طب لو عمل اي سي ال يبقى عند 45 ممكن تبقى 5 سنين مش قليلين. لما بعمل عمليه اي سي ال ما بعملش بريفنشن البروفيشن بتاع الاوس ارثرايتس. الاوس ارثرايتس موجود وجاي. ولكن ببطل البروفيشن شويه. ومع هذا اللي عمل هيجي له برضه خشونه ابطا اسرع من اللي ما عندوش اي سي ال اصلا. يعني اللي عمل اي سي ال هيبقى ني اوس ارثروليس بروجريشن اسرع من اللي ما جاش اي سي ال رغم انه عمل عمليه. واصله ولا واضح اكتر؟ يعني كلتا الحالتين عمل او ما عملتش اوس ارثروليس جاي. ولكن اللي هيعمل اي سي ال هيبقى عنده اوس ارثروليس اسرع من عين عادي طبيعي اللي ما عندوش اي سي ال ولكن مش اسرع من اللي ما عملش خالص. يعني سي مثلا لو انا هيجي لي اوس ارثروليس مودريت سيفير عند 50 طبيعي 55 ده الطبيعي مودريت سيفير عند 55 ده النورمال. لو عين اي سي ال وما عملش ممكن يبقى عند 40 45 عنده مودريت سيفير اوس ارثروليس. لو عمل عمليه يبقى عند 50. فهمتوها ولا اوضح تاني؟ وصلت؟ بنعملها عشان ما ينفعش هو طالما في جيفنج واي واكتف حتى لو عنده 50 سنه يعني مفيش ايه. القصه في ان العيال اللي هو الكسول اللي ما عندوش حركه كلام من ده يمشي ابطا شويه. النقطه الثانيه الريهابيتيشنز بتاع اي عيان الترم كله هناخده. هناخد الاوستيوكارب البامبر الاندو اكيلز الماريسكس
كل ده ريكفري بير بانك ريبير سلاب، كل الحاجات دي تحكمها اربعه كرايتيريا: اناتومي، فيسيولوجي، بايو ميكانكس، سيرجي. عيان الاي سي ال اللي عامل اي سي ال ومعامل نسك سيبير، غير عيان الاي سي ال اللي عامل اي سي ال ومعامل نسك. عيان الاي سي ال اللي عامل اي سي ال ومعاه هاي تيبيا استيوتومي، يعني كان فيرا منين وعمل الاي سي ال وصلح التيبيا الاستيوتومي مع الاي سي ال، غير عيان الاي سي ال، يبقى لازم ابقى عارف ايه اللي عمل في العمليه، يبقى سيرش الانترفنشن هتحكم. النقطه الثالثه النيورو ماسكولار ريهاب، التاهيل بتاعنا مش تقويات واسترتشات واسترنسات، هدفنا موبيليتي ستابيليتي كنترول موبيليتي سكيلز. موبيليتي ان الحرم مفصل يتحرك الحركه الميكانيكيه السليمه، ودي اول مرحله، وده الاصل فيها زيرو اكستنشن 90 فليكشن، يعني ناخد الركبه للاخر 290 دي موبيليتي. ده الفسيولوجي، طالما المفصل اتفرد زيرو التاني 90 يبقى عندي فانكشنال رينج اوف موشن اوف ذا نيل. يعني عشان يطلع سلم مطلوب كام درجة؟ عشان يمشي مطلوب كام درجة؟ 60. 60 عشان يقعد على كرسي 90. يبقى لو جبت 90 يبقى عندي فانكشن، يبقى ده الموبيليتي الطبيعية. النقطة التانية الركبة لما تتفرد للآخر مش بتعمل استريتش على كل الاكسترا كابسول ليجامنتس وكابسول؟ فده بيبقى مين؟ طالما استريتش يبقى يعمل استريتش على مين؟ عروفيني والماسيني والبسيليك والباسلز الجوينت ريسبتورز اللي في الليجامنتس الراوند الكبسوله الراوند بنين. لما يجي رجله 90 مش عامل استريتش على الكوادريسبس، لما فرد مش عامل استريتش على الهامسترنج، يبقى عمل فاسيليتيشن لمين؟ لكل الافرنت او ريسبتورز اللي موجوده الراوند بنين، اللي هي بتبعت افرنت لمين؟ السي ان اس. ده الموبيليتي، يبقى المفصل هيبقى عنده سنس اوف موفمنت وسنس سنس بوزيشن اند سنس اوف موفمنت، يعني المفصل بيقدر يلوك وبيقدر يتكلم، والريسبتورز المسؤوله عن ده المسؤوله عن ده اشتغل. طالما اشتغلت راح افرن كويس، راح افرن كويس هيجي له افرن كويس، طالما جه افرن كويس يبقى المفصل هتشتغل. مين المسلز؟ الهامسترنج، الاي سي ال، كوادريسبس، البي سي ال، والنيز. زي ما اتفقنا كنا بنتكلم اول نيز ابدكشن اكستنشن اكسترنال روتيشن، وحسب هي فيرم اي سي ال فيرم ولا اي سي ال فالجم؟ الاي سي ال دايما كومن في مين؟ في الفالجم نيل، عشان راحه فين؟ فالجم. دي نقطه الاي سي ال واحد لخمسه، يعني كل واحد اي سي ال في خمسه في مين؟ لو ناس الاي سي ال كومن في مين مور ذان مين؟ زي البيت اللي فوق واحد نارو انتر كوندايلر نوتش وايدن بيلفس بيلفس تزود الكيو انجلز تحطها في مين يا اسماعيل؟ ده واحد. اثنين بقى الفيميل كوادريسبس دومينانت، يعني ايه؟ كل الجامبنج والحركه بتاعتهم هتلاقيها راحه في اكستنشن كويس قوي عندهم. بمعنى هذا لما يكون عندي عيان فيميل اي سي ال وعيان اي سي ال في الفيميل ما اخدش بالي قوي، يعني كويس مش هتفرق معايا قوي. الهامسترنج اهم، لان الهامسترنج عندهم ضايعه. التريننج بتاعك ركز في اتجاه الفليكشن، دايما فليكشن دايما فليكشن دايما فليكشن. الجامبنج بتاعنا في السنجل هوب في فليكشن، يعني المرحله الرابعه في التاهيل. الميل هتلاقيه بيروح في فليكشن اوتوماتيك، الميل هيطلع عيال عشان يديهم كوادريسبس سترينز. الفيميل هتلاقيها بتيجي بسهوله جدا لانهم الفيميل ايه؟ كوادريسبس دومينانت. والكوادريسبس ايه؟ اجونست انتاجونست اس اجونست. الانتاجونست بتاع الاس ال هي اللي بتشيل عليه. مين الاجونست بتاعه؟ الهامس. مين اللي بتعمل بوستيريور تيبا ترانسليشن؟ الهامس. مين اللي بتعمل اكتيف تيبا ترانسليشن؟ كوادريسبس. الاس ال بريفنت انتيريور تيبا ترانسليشن، يبقى الاوبن كاينيتك اكستنشن ولا فليكشن اللي مسموح بيه؟ فليكشن فليكشن اكستنشن
كونترا انديكيتد ابسوليوتلي كونترا انديكيتد في الاول، ولكن بعد 6 اسابيع ممكن اعمل 90-60 هي 90-30 بس انا هقول 60 عشان لو سرحت منك نلحق تبقى انت في الامان. الاي سي ال وانا بعمل اوبن كينيتك اكستنشن، سوري يا جماعه بعمل اوبن كينيتك اكستنشن كده، التيبيا بترانسليت فين؟ انتيلور. والفورس لما عملنا لها ريزولوشن زمان في سنه ثانيه من عند ال 90 لحد ال 45 كلها ايه؟ روتاتر. من عند ال 45 وطالع ترانسليتر اكتر من روتاتر، يبقى احنا هنقسمهم ثلاثه رينج 90 90 درجه ايه؟ حد 60 60 30 الكاسه فين؟ 30 زيرو. ال 30 زيرو معظم القوه هتبقى مين؟ وانت الاي سي ال الاساس بالنسبه لك الفانكشن بتاعك تعمل ايه؟ بريفن. طب لما يكون لسه انت جايب تندوز من هامستر او من كويت بتقدر تندوز او من كويت بسيبس تندوز او من اليوتيوبيا البان وعامل بي اي سي ال تشيل عليه هو لسه ما تشكلش؟ لا هو تخليه يقول امسك ولا تسيبه يلتئم الاول ياخد وضعه وبعدين تعمل؟ في اول 6 اسابيع ما بنعملش اوبن كينيتيك اكستنشن اوبن ريزيستد يعني، يعني لو فرد رجله كده وطلعها مش مشكله. نقول له فرد رجله مش مشكله خالص اكتر. ولكن ريزيستد يبقى ابسوليوتلي كونترا انديكيت تعمل اوبن كينيتيك اكستنشن في اول كام؟ 6 اسابيع. ليه؟ عشان الجرافت بتاع الاي سي ال انت خدت التندونز بتاع الهامستر وعملت له تانل في التيبيا وتانل في الفيمر وثبته باندو باتون بلوب بايدي كده بروح سكروس هنقول الكلام ده دلوقتي بقى اللي هو عمل فيكسيشن هدف ان الجرافت يهيل جوه التانل. يعني ايه الجرافت يهيل جوه التانل؟ انت جايب فتحه وحطيت حاجه سوفت جواها ده سوفت معبود محتاجه تهيل تعمل عليها مايكرو موشنز تقوم تخلي الهيلينج بفايبر استيشو ولا تستنى لما تهيل مع بعضها وتعشى مع بعضها اللحم مع العظم. المنطق يقول ايه؟ الهيلينج ده عشان يحصل محتاج له من 4-6 اسابيع. فعشان كده بنأمن احنا بكام؟ باسبوعين زياده ما بنعملش اوبن كينيتيك اكستنشن ريزيستد في الاول. ولكن لما يهيل الجراف في التانلز ابدا اعمل ايه؟ عشان كويس تشتغل. ولكن مفيش مانع ان انا اعمل كلوز كينيتيك. لان كلوز كينيتيك هيتحرك مين؟ كونفكس على كونكيف. ففي الحاله دي اوبزيت دايركشن مفيش ستريس على الجراف. بس اعمل كلوز كينيتيك امتى؟ لما يكون معاكش بعين وافيوجن. النقطه الثانيه لو عين عامل مانيسكا ريبير ما ينفعش تعمل. طب لو عين عامل استيوتومي ما ينفعش يحمل لانه انت عامل كسر في العظمه فاتحها. انت الكسر معمول العمليه عامل كسر كسرت العظمه فتحتها عشان تصلح الكوريكشن لان راح كده. فده كده كده هيعمل لاكست بالجرافت هيعمل فيجر بالعمليه فبيصلحها عشان يحط الايه؟ يحط الجراف في الازيمتريك بوينت يمنع الترانسلاتيك فورس ويثبت الجراف. فلازم ابقى ده كله وانا بشتغل. يبقى عن الاي سي ال اقدر اعمل اوبن كينيتيك اكستنشن؟ لا. ابدا الاوبن كينيتيك 30 زيرو بعد كام؟ 3 شهور. ليه 3 شهور؟ احنا قلنا اناتومي فيسيولوجي بايوميكانيك سيرجن. 6 اسابيع الاولانيين السيرجن والطنط والجراف. الفسيولوجي قلنا احترمنا الجراف في الطنط. طب 3 شهور اخطر مرحله في عمر الرباط الصليبي او الاتيل كروشيت ليجامنتس من الاسبوع التاسع لل 12 هي الشهر الثالث. اوروبا نير نورمال. العيان بيفرد للاخر ممكن يكون بيد رجله للاخر ولا عنده بين ولا عنده اي مشكله. والجراف بالظبط زي الشجره اللي جبتها وزرعتها في الاول مش تبقى خضره اول اسبوعين ثلاثه بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بتوقع وتدبل وتقع الورق بتاعها مش كل ما تشوف المنظر ده؟ صح؟ العمليه اسمها بالعربي ايه؟ اي سي ال ريكونستراكشن في الانجلش اي سي ال ريكونستراكشن. عملية زرع لباط صليبي، انت زي كانك جايب حاجة من أرض غير أرضها وزرعتها في أرض جديدة. تفضل خضرة يومين ثلاثة، بعد كده توقع ورقها وتعمل جذور تاني وتكومينيكيت مع اللي حوالين منها.
الرباط زي كده. الرباط في اول 3 ل4 اسابيع لحد شهر ونص 107% من قوه الرباط الاصلي. زي الرباط مفيش اي مشكله فيه خالص. بس الخوف على مين؟ على التانلز. لو شديت على التانلز او الميه مش هتوصل لدرجه ان انت تخلعه من التانلز مهما عملت ريزيستنس، مهما عملت تخلعه. ولكن المايكرو موشن دي بتعمل هيلينج باي فايبروس تيشو. المفروض الهيلينج بيكون مين؟ فايبرو كارتج بون سوفت مع بعض كده بتخليه الفايبروس تيشو. مجرد ينزل الملعب الرباط سليم وزي الفل، اي ستريس سريع الرباط بقى جوه الركبه سقط وقع بحاله ما تقطعش. مين اللي عمل ده؟ عشان مش فاهم الركبه كويس والتاني فوق ال 125 عند الاسبوع الثاني، 0 90 اول اسبوعين، الاسبوع الثالث لحد الثامن دي ستيج 2 هدفك تقوي وفول ويت بير بحمل رجل واحده ونورمال جيت ونورمال صيان ويطلع السلم وينزل برجل واحده. العام بتاع الاي سي ال هيقعد سنجل ليف ستانس سنجل ينزل برجل واحده يعني ينزل عامل اي سي ال ليف ينزل بالليفت وبعدين الرايت ليفت وبعدين الرايت بوت اب باد داون ينزل بالباد لحد 3 شهور يطلع عادي من اول يوم لو يقدر لان الطلوع زيه زي مين؟ زي المشي زي المشي زي انت اتكلمنا فيه باستفاضه. الطلوع زيه زي مين؟ المشكله فين؟ في الدسين. النقطه الثانيه مين اللي بكنترول الدسين دي؟ لازم تقوي دي الاول دي نقطه. النقطه الثانيه مين الداينامكس اللي بتاع الباتيلا؟ كل شيء فصص من جالس في بتقوى في اخر درجات ولا بتقوى فين؟ في الاخر. طب انت ابسيت في كنت راديكيت بتعمل الدرجات دي يبقى لما تبدا تشتغلها عشان الباتيلا ما يحصلهاش مال تراك دي نقطه. النقطه اللي انا عايز اسال معظمهم مين؟ فولجم انترنال انترنال تظبط دي الاول وبعدين تنزل ولا تنزله دلوقتي اللي بين؟ لا يبقى هو انت والله يبقى 3 شهور. لما تعمل اوبن جينيتك 30 0 يبدا ينزل السلم ايه؟ ريسيبل ريسيبل تمام تمام تمام. ما بنعملش اوبن جينيتك 30 0 في اول 3 شهور ليه؟ جرافت الاسبوع التاسع لحد 12 ده في سويجرا وهيستولوجي يبقى 57% من قوه الرباط الاصلي. تعمل صد موشن اجريسيف تنشن على واحد في نص قوته ولا تستنى يستعيد قوته؟ يستعيد قوته بيبدا يرجين تاني يرجع بعد الاسبوع كام؟ 12 87%. فساعتها ممكن تعمل ايه؟ يبقى بمر مراحل بقى اللي هي انجيوجينيسيس يعني بلاد سبلاي يبدا من السليفر الممبرين والدنيا حواليه منه والعض يروح له غزير اكنه بيدخل ميه وصافي فيبدا يرجع تاني يتحور بقى. الرباط ده هو ايه؟ بريفنت الانتيريو تيبال هو تندنس. انت عاوز البربار يحصل ليه تحور بناء على الاستريس اللي هو محطوط فيه اللي هو التحور من تندن لايك بايو ميكانيكال كاركترستيك الى ليجمنت بايو ميكانيكال كاركترستيك او بروباليتس. يحصل له حاجه اسمها ليجمنتيزيشن اللي هي التحور من طور من تندنس يبقى ليجمنتس. الليجمنتس مور ستيف مور كولاجين فايبر الفايبر بتاعته اكتر تندونز بريلاكس وروح معاك فعاوز دايما بالشكل ده. دي بتحصل في الشهر الكام؟ من الاسبوع 13 لحد الاسبوع 16. عشان كده ابسوليوتلي كونترا انديكيت عين يجري قبل 4 شهور حتى لو يقدر حتى لو يقدر. المقياس مش المقياس نحترم اناتومي فيسيولوجي بايوميكانكس سيرجي الفيسيولوجي رقم واحد. مفيش حاجه اسمها اكسلريت ادفانس بروتوكول وي هاف تو كنترول بروجريشن بتاعنا فيسيولوجي اند فانكشن. فيسيولوجي وفانكشن. الفيسيولوجي ان انا احترم السن والوقت التوقيتات سيف. الفانكشنال انه يقدر لو يقدر لسه الفسيولوجي ما جاش بيستنى. لو الفسيولوجي جه
الفانكشن لسه ما جاش يستنى، يعني ما ينتقلش من مرحله لمرحله الا لما يكون اناتوميكال فيسيولوجيكال اند فانكشنال يقدر. والفانكشنال هتبقى ميكانكس واناتومي، صح؟ دي الفانكشن. الفانكشن بتاعك مين؟ الميكانكس والاناتومي، صح؟ والسيرجن. الفسيولوجي طيب دايما طيب بالنسبه لنا، والتحول وابقى عارف هيحصل ايه في المرحله اللي جايه واللي بعدها. بيحصل الري انرفيشن، يعني روح للنيرف سبلاي بقى ويبدا يروح كله بقى كهرباء. هو راح له الانجيوجيسيس اللي هو الرايت شرب والصرف، ارتري وفينز اكل وشرب عاوز ينور، ودخل تليفون بقى ويتكلم الناس بره وجوه ويتواصل مع الناس، اللي هي مرحله مين؟ الري انرفيشن. العصب بيبدا يرزيه، جه عند الشهر كام؟ الرابع. عشان كده ما يجريش الا لما يتحول من تندر لليجامنتس ويحصل له ري انرفيشن. ما يعملش اوبن كاينيتك الا لما يحصل له يستعيد القوه بتاعته من نيكروزس، حته لحمه ميته جوه الجسم، تبقى واحد تاني يبدا يختار ويضرب بذور في الارض ويختار ويطلع ورق جديد، يعني شرب وروى وعد بذور. دي من بعد الشهر الثالث، هي الانجيوجينيسيس، راح له بلاد سبلاي. فعنده بلاد سبلاي ونيرف سبلاي وفينز، ياكل يشرب يجيب كل حاجه موجوده عنده، فعنده وسائل تواصل كده يقدر يعمل سادن اكشن اللي هو الرننج في الشهر كام؟ وساعتها يقدر يعمل فانكشن تريننج. يبقى الستيجز بتاعتنا بتاعت الرهاب 0 تو 2 ويكس موبيليتي اللي هو 0 90. وعشان اجيب الزيرو لا يكون في بين ولا فيوجن، يبقى اقلل البين فيوجن واجيب 0 واجيب 90 فليكشن مع العيان ده. 50% ويل بيرنج يا مؤمن، يعني ايه؟ يقف وزنه بالتساوي 50 يمين 50 شمال، 50 يمين بالتساوي وحاسب ان الاثنين زي بعض، ماسك عصايتين. لما يوصل 50 50 يعني واقف على الاثنين زي بعض، 50 يمين 50 شمال يبقى وزنه 50 كيلو، 25 25 وزنه 100 كيلو، 50 50 وماسك عصايتين وعارفين بيمشي ازاي، عصايتين افكتد ساوند دي معروفه، اسيب العصايه ناحيه الساوند وابدا ادخل المرحله الثانيه اللي هتبدا من الاسبوع الثالث لحد مين؟ الثاني، من ثلاث اسابيع لشهرين. هدفي فيها انا جبت الزيرو اوصل 125 فليكشن نوت بياند، ما اروحش اقول 125 الرينج 135، يعني في 10 مرات ما اروحلهمش، ما افكرش اروح لهم. طب العين جابهم لوحده؟ جاب كوميدي ما عنديش مشكله، لكن انا ما اروحش بياند ال 125 لحد كام؟ 8 اسابيع 8 اسابيع شهرين. المرحلة الثانية دي الافرنت رايح كتير، ابدا اجيب افرنت كتير ان انا اعمل كلوز كاينيتك سيرنج الليب ستانس عشان اوصل فول ويت بيرنج، ليج بريس، كوادريسبس 90 60 من عند الاسبوع السادس لمده اسبوعين، ابدا اعمل اكتف 3 هامسترنج، اكتف 3 هامسترنج، اكتف 3 هامسترنج مش ريزيست، لان الجراف بيتاخد منين؟ من الهامسترنج. لو عملت ريزيست وانت تشتند وشاي نص، يعني عنده سترين ولسه بيهيل، ممكن تقطع التندو بتاع الهامسترنج. تقطع التندو فعلا، التندو مشغول وتاخد نص، وانت لا اكتف فري عشان يشغل الهامستر ويبدا يعمل مين؟ كلوز كاينيتك على الليج بريس الاول، وبعدين كلوز كاينيتك مين؟ على الميزانين عشان يبقى محمل 50 يمين 50 شمال، 50% انا قصدي 50 مش 50 كيلو، 50% من البادي 50% بيرسن من البادي ويت على اليمين و50% على الشمال. واعمل سترينسنج للفليكسورز والابداكتور والاكسترنال روتيتورز وكور تاني، لان هدفي في المرحله دي مين؟ ستابيليتي. انا عملت موبيليتي اجيب ستابيليتي،
والاستابيليتي بروكسيمال استابيليتي ديستال موبيليتي. ابدا المرحله الثالثه اللي بتبدا من الاسبوع ال 13 لحد من الاسبوع التاسع لحد مين؟ الاسبوع ال 16 لحد 4 شهور. والهدف فيها الكنترول موبيليتي. ان انا اظبط الكوردينيشن بين الافلنت والايفنت. بس في شهر فيها اللي هو الشهر الثالث من الاسبوع التاسع لحد 12 انا بفريز. ما بعملش اي بروجريشن في اي حاجه. اللي وصلت له بحافظ عليه جاست مينتيننس. فممكن حتى في المرحله دي تجيب العين بقى 60 برويكس. اللي هو بروفيشن اسيتو كان بيجي اربع مرات تيجي اثنين بس او ثلاثه. لان انت مش هتقدر تزود حاجه اكتر من اللي انت بتعمله، حافظ على اللي انت وصلت له. بعد لما يحصل الاندروجينيسيس وبدايه مرحله الليجامنتيزيشنز التحول بتاع الجلاف من تنس الى ليجامنت رايت ابيرنس تبدا تعمل مين؟ اطحن بقى الشهر الثالث الرابع كامل اللي هو من الاسبوع ال 13 لحد مين؟ الاسبوع ال 16. بعد ال 16 هو دلوقتي عنده ري انرفيشن، عنده نيرف سبلاي وعنده بلاد سبلاي وعنده ميكانيكال بروبابيلتيز زي الليجنز يجي ويعمل فانكشن تريننج، يعمل فانكشن اكتيفيتي سنجل هوب وينط على هاب بول. ودي في المرحله دي لو معانا حد سيتيك ترينر مؤهل هيبقى عندهم الشغل بتاعهم، عندهم شغل احسن مننا في الحته دي. بس انا اندر سوبرفيشن. يعني المرحله بتاعت من الرابع للسادس دي يفضل يعملها في جيم بس جايد. نعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه نعملهم تعليم. عشان لو احنا لا بنيجي على الحق حد ولا في حد بيجي على حقنا. الراجل ده بقى طبيعي. عاوز اثنين من واحد طبيعي، الواحد رياضي اسمها فانكشنال تريننج بيعمل منها جزء والجزء اللي بيكمله مين؟ بتاع البلد المؤهل. يبقى ما ينفعش تشتغل معاه الاي سي ال مريض. واحد يتعالج من الاي سي ال وخف وعايزين ننقله بقى من واحد طبيعي لواحد رياضي هو يعمل. احترام ايه؟ في الادوار. معلش هو ليه في الاسبوع السادس ما جيبش اخر 10 درجات في الجيش؟ لحد الاسبوع التاني ما تجيبهاش. لان الجراف لو انت رحت دلوقتي تعمل اوفر تنشن على الجراف. في الجراف اكتر من وضعه. لكن هو راح لوحده غير ما انت تعمل ذاتس اوكي. تاني؟ انت نكتت له الركبه مش بسبب الخبطه والشده الثانيه. بتشد على واحد لسه وضعف ولا تستنى شويه؟ القصه اللي انت بتديها باسيف اجريسيف فريكشن ب 10 درجات الاخرى. ما ينفعش يبقى عنده 8 اسابيع بست اسابيع، 8 اسابيع 8 اسابيع وما جابش ايه؟ 125. لكن جاب فول 3 لوحده مش مشكله. لكن جاب 125 بس ينفع. ما تزيدش. بعد الشهر في الاسبوع التاسع والعاشر اوصل بيها للفول. اللي بعد ده بالنسبه لعين اي سي ال ومانسكتم او اي سي ال عادي. طب لو عين اي سي ال ومعاه مانسكا ريبير هيحكم دايما الاضعف. الاضعف الاي سي ال تريبت في رجل الكرسي. اوف انا هجهز لك بقى كرسي هنا السنه الجايه.
هنحترم مين؟ الأضعف اللي هو بور بلاد سبلاي، الأضعف اللي معتمد على غيره ياكل ويشرب، مين؟ المنسكس. فالويت بيرنج في المنسكس نبدأ ب 25 50 75 على حسب ما هنقول في محاضرة المنسكس. فهتعرف لو اس ال معاه منسكس هتحترم مين؟ المنسكس وتأجل الاس ال، بس بشرط تجيب مين؟ الزيرو والتسعين، وما تعديش التسعين لحد كام؟ وبعد كده جو. الويت بيرنج 25 50 75 في الويت بيرنج على حسب مين؟ المنسكس وليس مين؟ الاس ال. كده اتفقنا؟ حبيبي زيك. حسب الصيد والتيل والريبير هنجو. يبقى الكلام اللي بنشوفه على النت والفيس وصباح الكلام من ده، عين اس ال اعمله ايه؟ ده ينفع؟ فين التفاصيل؟ هو مانسكا ريبير ولا مش. طب العيان ده مش ورد يكون اس ال ومعاه اوستيو كوندرا ليجن ارحم، معمول لها مايكرو دريلينج تخريم، معمول لها مزايكو بلاستي، عمليه اوديوجينيسيس جرافت، بتاخد حته الكوندرا ليج وحته الكارتش من حته من ركبه ثانيه ومعموله روعه بيها، كلهم هيتعاملوا زي بعض ولا كل عين حاله قايمه بذاتها؟ لازم اعرف سيرجري اناتومي فيسيولوجي بايوميكانكس. نبدا؟ نعم. عاوز ايه يا طنط؟ لسه هنبدا. اول اسبوعين بعد العمليه العين بيمشي ازاي؟ حاضر، دايما لسه هنبدا، انا كنت بفرش المحاضره. تعرف مقدمه؟ مقدمه. دي مقدمه. اه يا احمد. الاي سي ال 380 ورقه او 100 ورقه في نويز. الاناتوم والميكانكس والهابيتيشن والعمليات 400 ورقه. اللي انا قلته ملخصه. ده انا قلته ايه؟ ملخص السبب الكونكلوجن بتاعه. اي ليجامنت انجري سبرين او بانكر لابريم ستاب اي سي ال انكل سبرين اندر ذا تايتل اوف انستابيليتي سبوندولايسيزيس بتاع السباين تحت تايتل مين؟ انستابيليتي. يبقى لازم يكون في باسيف كومبوننت اكتف كومبوننت موتور كنترول. الباسيف كومبوننت از البولي كونفجريشنز الليجامنتس الكبسول المانسكار. يعني المانسكس جزء من ثبات الركبه. نعم، من المانسكس اساس في ثبات الركبه. عشان كده العيان ممكن يجي له ايزوليتد اس سي ام، ايزوليتد اس سي ام يجي لوحده وما يحصلش معاه مانسكس، تسيبه وتنجلكت يقطع المانسكس ويعمل له باكت هاند كتير مانسكس، وساعتها يدخل يعمل مانسيكتومي، يكون سيادتك اتثبت ان الويت بير على الجوينتس لما يشيل المانسكس يوصل 350% من البادي ويت. ايه اللي يوصل ارثروز؟ يبقى بعد ما كان هيجي له يوصل ارثروز مثلا عند 55 سنه جبت له عند 42 43. انا او انت لو ما خدناش القرار السليم في وقت السليم، والعيان دايما يسمع للي بصاحب مصلحه. فالكلمه اللي مني او من حضرتك للعيان، لا انت محتاج عمليه، مش عارف طبيعي يفرق معاك زي العمليه، احسن هيسمعها اكتر ما يسمع العيان. الجراح يقول له اعمل عمليه، الجراح بيتصور بيعمل لي عمليه عشان هو لا، لما يجي لك انت كمان اكتر وتاكد له ان هو العمليه الحل بيعمل بيقول بديني بس تكون عمليه هو فعلا محتاج. المنسكس شو لنا اثنين هورد. لما يكون عربيه واقفه ومالهاش فرامل مش بيحط لها طوبه تحت العجل، الاثنين هوردن في المانسكس عاملين زي الطوبه دي والعجل ما يرولش، بيفرملوا في الورا الكوندايس وما تتحلقش. طب لو الاي سي ال ضايع والركبه هتتزحلق بزياده هتقوم فارمه العجله ومعديه هتقوم قاطعه المانسكس. هي مش بيحصل معاها بتحصل فيها موشن المانسكس نفسها؟ ايوه موشن، بتحصل فيها موشن اكتر. المانسكس بيبلايد والسيرو مع الفليكشن البوبليتياس والسيمي تندينوز سيمبل نوديس
فبلايد انتيرو مع مين؟ مع الفيمن مع في ليجامنت ماسكه في الباتيلا والمنسكس خدها انتيرو. يبقى بلايد انتيرو مع اكستنشن وبلايد بيصيروا مع مين؟ مع فليكس. يبقى المنسكس من ضمن السبات. يبقى لازم احافظ على المنسكس خاصه الهورنز وزي المنسكس عشان تبروتكت مين؟ الانستابيلتي. يبقى لو حصل اي سي ال كتير ايزوليتد والعيان عنده جيفنج واي يبقى لازم يعمل ايه عشان احافظ بقى على مين؟ على المنسكس عشان اقلل الهدف من العمليه ايه؟ ان انا اقلل البروجريشن بتاع الاوستر سوز لما اخر العمليه سنه واثنين هقطع المنسكس يبقى انا بعمل عمليه بعد ايه؟ فوات الاوان يبقى خسر. وانت تيجي متاخر احسن ما تجيش تعمل عمليه مش هقول لك مش هتفرق لا تفرق بس لو عمل في الوقت وينتو ابلاي في التوقيت السليم هياخد افضل نتيجه ممكنه افضل ريزلت. الكومبوننت الثاني اكتف كومبوننت في كل الجوينتس الماسلز يا اكتف فاخر التناغم او الكوردينيشن بين الاخري اللي رايح من الباسك تند والليجامنت والكبسول ومن السكاي بيجي له افرنت وعلى حسب الافرنت اللي رايح بيكون مين؟ الافرنت اللي جاي. يبقى المفصل لو بتحرك الحركه الميكانيكيه السليمه هيبعت افرنت سليم فيجي له افرنت موازي له في المقدار وبيطلعه في الاتجاه سليم يبقى العضله تشتغل. يبقى المفصل اللي بيتحرك كويس العضله اللي شغاله هتشتغل كويس. موبيليتي ستابيليتي. طب ده راح كويس وده جه كويس التناغم والهرم ما بين اللي رايح واللي جاي وصلنا لنقطه الكنترول. طب وصلت لنقطه الكنترول كنترول موبيليتي اقدر اتنطط وانط والعب هوبنج وشوب. عشان كده المرحله الاولى شغاله على الباسيف المرحله الثانيه الاكتف المرحله الثالثه التناغم ما بين الاثنين ودي مراحلك عليها السكيل او الفانكشنال اندر اور سوبرفيشن. العيان انا بستلمه وانا والجراح مع بعض اوفر لاي وبعد كده الجراح بينسحب وانا كمل وبعدين انا والفيزيكال ترينر المرحله الاخيره الرابعه ان في واحد بتنطط وبينجل ونط على رجل واحده وبتحنجل اقول له ساعتها اعمل معاه تريننج اديهوله بقى عشان يكمل معاك. الريهابيتيشن فيز بيز لاين بروسبشن اند كايسيزيا. السلايد ده هنشوف في الانكل سبرين هنشوف في البانكر هنشوف في الاي سي ال في البي سي ال اي ليجامنت انجري او انستابيليتي انجري ده موجود معانا. بايز لاين بروسبشن اند كايسيزيا ده الموبيليتي. دايناميك ستابلايزيشن ستابيليتي. نيورو ماسكر كنترول كنترول موبيليتي. فانكشنال موفمنت نير سكيلز. يبقى موبيليتي ستابيليتي كنترول موبيليتي اسحب سكيلز. كريتيكال بوينت كلينيكال كونسبت بروتوكول ار ايفالويشن بيز. البرنامج قص تفصيل على العيان مش اسطنبول مش اسطنبول مش وراء هراها من سوبيليك هابيتيشنز او نويز او سوبيليك او اي كتاب اي مرجع او اي بيبرز مع النت وطبع على العيان. بروتوكول ار ايفالويشن بيز بروجريشن از بيز اون كونتينوت ايفالويشن يوزنج ذا برنسبل اوف اناتومي فيسيولوجي باي ميكانكس. وشرحنا الكلام ده الاناتومي في ايه؟ فيسيولوجي هيحترمه في ايه؟ اناتومي بات سبلاي يروح والنت سبلاي يروح فيسيولوجي جراف قوي ضعف تحول بايو ميكانكس من تندوس لليجامنتس راح له انرفيشن ده كله فيسيولوجي لازم تعيشه. النقطة التانية سيرجن الجراف ده معمول نمي انا بحسب سيرجن سيرجن الراجل ده معاه ميسكال ريبير يبقى الرينج كوشن بتاعنا مش هيعدي ال 90 لحد 6 ايه؟ 6 اسابيع. الراجل ده معاه ميسكال ريبير الويت بيرنج هيكون معاه بارش 25 50 75 في الويت بيرنج بروجريشن على حسب مين؟ نوع الريبير بتاع المانسكس مش الاي سي ال. الاي سي ال المفروض يبقى كومبليت ويت بيرنج من 3 لاربع اسابيع. عند اسبوعين يكون 50 50 عند الرابع يكون في الويت بيرنج نورمال جيت باتر من 4 6 يكون طبيعي وبينزل السلم واحده واحده لحد
كام؟ 12 اسبوع 3 شهور. عشان ايه؟ الباتيلوفيمورال بين سندروم والفاستس ميديالس والاسترنسنج بتاعها والديناميك كنترول بتاع مين؟ وصل ولا لسه؟ تمام يا دكتور. Words to be avoided. Not use aggressive or accelerated protocol in your medical chart. يعني المستخدم مين؟ Functional and physiological. Functional يعني قادر مش موجوع مربج الفانكشنال. Functional تعني mobility وstability وcontrol mobility. تعني المفصل بتحرك الحركة المكانيكية السليمة المطلوبة منه والعضلة المسؤولة عن ثباته بتأدي وظيفتها. والافرنت اللي رايح مساوي للافرنت اللي جاي فبقى عندي كنترول موبيليتي وسط الفانكشن. ده الفانكشن. فيسيولوجيكال احترمت كل حاجه وقتها، يعني ما اروحش 125 لما اعدي كام؟ 8 اسابيع. ما اعملش فول ويت بيرنج في عين منسكا ريبير عند 4 اسابيع. ما اروحش بيوند 90 في منسكا ريبير. ما اعملش اوبن كاينيتك 3 شهور. ما اعملش اوبن كاينيتك 90 60 قبل 6 اسابيع. ده فيسيولوجي عشان الجراف في الطنس. الثاني فيسيولوجي عشان الجراف نفسه والانجيوجينيسيس والليجامنتيزيشن وتحول الرباط من تندون لايك بول ميكانيكال بابيست وليجامنتس دي الليجامنتيزيشن. ما اعملش صادن اكشنز ولا اكتيفيتي فيها صادن موشنز الا لما اخلص المرحله الثالثه دي الكنترول ويت بافرنت ويفرنت. النقطة الثالثة والأهم الاسي مهمة جدا بعد النقط دي الاسي ايه انرفيشن منين؟ من التيبيال نيرف الساتيك. عشان كده لما بتعمل ستيميوليشن الاسي ال بتعمل كونتراكشن في الهامستر. يبقى دايما العيان بتاع الاسي ال عشان تمبروف السنس اوف بوزيشن والسنس اوف موفمنت يو هاد تو فاسيليتيت او تو ترين البروبروسيبشن فين؟ اتجاه مين؟ فليكشن ساتك. صباح الخير. 5 درجات الترم الثاني مقدما كده قلبي سمعت على البروبسيبشن تريننج الاي سي ال جوينت بوزيشن سيت هتلاقي الدكتور دايما فين في الفليكشن. قلنا الهامس اللي جاي الاجونست والانتاجونست كوادريسبس عشان كده مش تريننج كوادريسبس. قلنا الفيميل عشان كده دوميننت. ركزوا يا جماعة. يبقى الهامسترينج تريننج بتاع الجوينت سينس ماسل سينس في اتجاه مين؟ فليكشن. فليكشن. ايه الجوينت سينس ماسل سينس؟ البالانس مش هنقف على البالانس بورد واعمل تريننج ده بروبوسيبشن. بروبوسيبشن ان العين ينام او يقف كده. وارفع رجلك ايدك كده هات وسط التانية. غمض وهات. على مستوى وسط اغير الزاوية. من غير ما يشوف. ده اسمه جوينت سينس. ماسل سينس الرجل متنيه ولا مفروده؟ اتنو ايفر عند الزاويه دي ده الماسل سينس اند جوينت سينس. ده البروبريسبتيف اللي هو ماسل سينس اند جوينت سينس اللي هو الكاينسيزيا اند مين؟ ايه يا جماعه؟ اند كنترول موشن. ايفالويشن بتاعنا ماشيه في السيكونس بتاعها بحيث ما ينفعش اتنقل من فيز لفيز الا ما احقق الجولز بتاعتي الفيز الاولانيه. العيان عمل عمليه طبيعي ان يجي تاني من العمليه. في مصر بيجي لك مع 3 اسابيع او 4 اسابيع. صح؟ بيجي لك بعد شهر ونص. شهر ونص يعني خلاص كده اخر اسبوعين في المرحله الثانيه. ما تشتغلش اي حاجه. من شغل فيز 2 الا لما تنجز وتعمل اهداف فيز 1 كبايوميكانكس. حتى لو كان في الشهر ال حتى لو شهر ونص. احنا بنقول نحترم مين؟ السيولوجي والبايوميكانكس. البايوميكانكس فانكشن. الفسيولوجي وقت. الراجل جاي بعد 6 اسابيع. اول حاجه اعملها اجيب الزيرو اكستنشن 90 فليكشن ادي كوادريسبس كونتراكشن احمل 50% حققت الكلام ده في جلسه. الجلسه الثانيه ادخل في المرحله الثانيه. طب ما حققتوش
يا رب اقعد 8 جلسات ما اعملش اي حاجه من التريتمنت بتاع فيز 2 الا ما اخلص فيز مين؟ فيز 1. واضح؟ طب العيان جالي اول يوم بعد جلستين يعني في اول اسبوع جاب الزيرو جاب 90 جاب فليكشن و 50% وتبان ما اروحش المرحله الثانيه الا معدي اسبوعين. ايه ده؟ ليه يا دكتور؟ فسيولوجي ما هو تيشو انفليم لو عملت فورورد بيرنج على مفصل مفصل منظار وكان انفليم هايبريميك ما يقدرش يتحمل فورورد بيرنج هيعمل لك كرونيك سينوفايتس وريكيرنت سينوفايتس وفيوجن ما يقدرش يتحمل دلوقتي عظم خرم ودريل وكلام من ده اشتغل ما ينفعش لازم تحترم ده حتى لو جاب حتى لو فسيولوجي فانكشن الفسيولوجي في العين اللي جالك بعد 6 اسابيع الفسيولوجي مظبوط بس الفانكشن لسه ما جابش لاست اكستنشن ما جابش ادي كوتي سيبس كونتراكشن ما جابش 90 فليكشن مش قادر يحمل على رجله 50-50 ما فيهاش حاجه او حاجه لازم تخلص ده وتحققه بنجاح وبعد تخش على الثاني. الدكتور هو ازاي اصلا ما يقدرش يعمل فانكشن ده من الفسيولوجي كويس يعني ما ضمنش الفسيولوجي ما اتعملش اللي يجيب الميكانيك الفانكشن مش هيجي حتى لو الفسيولوجي تمام يعني لو اوريدي حصل هيلينج الفسيولوجي كل حاجه هو هيلينج بس ما حدش فرض الركبه للاخر يعني هو ما حصلش الاكشن منه هو يعني ما حدش يدي تعليمات هو ما عملش لو كان بيعمل تعليمات في البيت وفرض الركبه للاخر وتانيها فريدها زيرو تانيها 90 يبدا المرحله الثانيه على طول في الاسسمنت بتاعك دخل فارد للاخر تاني 90 قادر يحمل رجليه بالتساوي في الاثنين زي بعض وحاسس الوزن رجليه الاثنين زي بعض طب مش جايبهم ده فانكشنال استنى لما انجزه وبعد اخر المحطه خلاص يا جماعه دي ثوابت كل بوست اوفر التهاب ثوابت دستور قوانين بتتغير ان انا اعمل ايه واشيل ايه دي بتتغير جوه الكاي سلايد ثابتين في كل محاضرات البوست اوفر هو مش ممكن الفسيولوجي تختلف من شخص للتاني اه طبعا بناء على السن او اه طبعا وده كله بنحترمه يعني انت مثلا لما يكون عيان 45 سنه وعامل اي سي ال وانت هتعمل ويت بير كل ويت بير معاك عن 6 اسابيع او 4 اسابيع لا هتعمله عند التبني عشان الكارتج ضعيف والبين عالي قوي وعشان تنجز المرحله الاولى من الفيوجن والكلام من ده لان المفصل بقى ارثريتك مفصل خشب والسيرفر من بين الفريم فده ريكرنت سيرفايس فيوجن فالفيوجن عشان يتحسن معاك لو مع واحد صغير زي حضرتك او واحد انا عملت اي سي ال وحضرتك عملت اي سي ال الفيوجن بتاعك يقل مثلا خير لا قدر الله يعني اسبوعين بكتير انا من 3 ل 4 عشان المفصل نفسه من جوه بقى فيه ارثريتك تشينجز فده هيحترم لكن ده انت السن بقى هتحترمه ان انت تبطل مش تتصرف تاني السن هحترمه ان ايه تبطل لكن اللي بيتقدم الحد الادنى اللي هو الايدل على السن الطبيعي اللي لما جالك حد اكبر هتمشي بتحفظ اصلا واضح ولا لا يعني انا لما اجيب واحد 18 سنه او 20 سنه اي سي ال همشي معاه بالستاندر ده، لما بجيب 41 هبطأ أكتر عشان الفسيولوجي هنا والفسيولوجيكال إيج أكبر فالهيلينج بروسيس والفسيولوجيكال أكشن والهيلينج أكبر فالأمور تمشي إيه؟ كفانكشنال أبطأ متوازية مع مين؟ مع الفسيولوجي عشان كده قلنا اللي بيحكمنا مين؟ Rehabilitation goals must be achieved to enter clinics. ما ينفعش ما حققتش القوة في مكانك. قوة في مكانك. بس أنت كم جودة ضايع. حتى
طب لما تحقق بعد تخش ليه؟ البال. رول اوف لايف فيزيكال سيرفي شوت ديجنريتد انتو فانكشن. الار بي بورد انتو فانكشن. مش احنا بس اللي بنقول كده الخواجات دول مثلا 80 اهو. كده بنتكلم 80 يعني بنتكلم في 41 سنة. الار بي بورد انتو فانكشن. السولوجي قلناه. بايو ميكانكس قلناه. نور قلناه. الجولز بتاعتنا في الهابيتيشن. رجال نورمال ستابيليتي. كنترول بين اند سوينج. الساعة 3:30 يا جماعة. اه. في حد عندكم لسه بيكون محاضرة؟ لسه الساعة 4. 4؟ 4؟ احنا عندنا الساعة 4. نكمل. هو ما زال النفخ مستمر. انا هشرح عن ايه بقى وهنس بعدكم يعني هنس اكمل ايه بقى وهنس بقى. طب انا ممكن اتصل باحمد اشوف بس. شوف الدكتور بسرعة. انا عايز Absolutely contraindicated.
لما اعمل اوبن كينيتك فليكشن اعملها اكتف فري، اكتف فري مش ريزيستنت، لان التن الجرافت بتاع الاي سي ام بتاخد من السيمي تندنوز سيمي تندنوز والجراسيلس والسبتيلس او جراسيلس سيمي تندنوز جراسيلس سيمي تندنوز بتاخد منهم هما فليكشن وزنين. لما تعمل ريزيستنس للفليكشن وزنين اثنين منتقبات غير لا واحد بس مش ماشي فليكشن ليه يبقى كده مين الريزيستنس ليها هيعمل اوفر اكتيفيشن للبايسبس على حساب مين السيمي تندنوز يدخلك في حاجه اسمها هامسترينج بول. الهامسترينج تبقى مش مضبوط امبالانس الجزء الخارجي ما فيش مشكله فتشتغل مين الفليكسورز تشتغل اكتر بتاعت الهامسترينج والمين والبايسبس ما تشتغلش يبقى شغال مين البايسبس يمرض يجي العين يتحرك يبقى عنده اوفر اكتيفيشن في الهامسترينج لاترال على حساب الميديا يحصل هامسترينج امبالانس اسمها هامسترينج بول يبقى الجزء الخارجي هو اللي شغال لانه عنده بين هنا فمش هيشغل الجزء ده ويساوي سيكيوت الحركه ويجيبها منين؟ من الجزء بين 3 الجزء اللي هو بين 3 هو اللي هيشتغل والجزء البينفول انهبيشن فده يدخله فين؟ هامسترينج بول وده مش مستحب احنا عايزين العين ده يعمل نورمال فتعمل اكتف 3 يعني الهامسترينج شغال عشان ما تعملش اوفر لود على مين؟ على التندلز اللي بتاخد منه الجراف التندل مشقوق فاكنه عنده سترين جريد 3 ده انت قاطع التن مقصص نص فالعين ده لو عمل معامله هامس سترين جريد سي تمام لو العيان واخد بون تندو بون يعني واخد الجرافت من الكوادريسبس لا انا ممكن اعمل اكتف ريزيستنت كوادريسبس هامس ما فيش مشكله خالص ساعتها اعمل اكتف ريزيستنت ما فيش مشكله خالص لو واخده من الكوادريسبس تندون اعمل اكتف ريزيستنت فليكشن ما فيش مشكله خالص لان الجراف متاخد من ايه؟ من الكوادريسبس. مفيش مشكله بالنسبه لي في القصه دي. النقطه لازم العيان ده يستعيد النورمال ماسل ستريس اراوند النيو والهيب والفول يبقى يتحافظ على الفكره بتاعت الهامستر الكف الستريس بتاع هي الابدكت والاكسترنال روتيتور والبيديس ماكسيمس والكور ماسلز والكوادريسبس ريجين الستريس بتاعها. لو العيان كرونيك عشان تبقى بس نقطه بالنسبه لنا لو عيان قعد فتره كرونيك اي سي ال انجري قعد فتره وعنده اي سي ال كرونيك وبيمشي بالكوادريسبس افويدنس جيت عشان الجين سترينث والكونتور بتاع الكوادريسبس هتاخد وقت ما تبقاش مستعجل لكن لو عيان اي سي ال انجري وبعد اسبوعين شهر بكتير دخل عمليه جهز علاج طبيعي وشهر ركبه بقت هبل دخل عمل عمليه هترجع اصلا لانها ما حصلهاش اتروفي فتره طويله ما حصلهاش شات داون نيورال عشان ترجع بتاخد وقت يبقى انت لما يكون عندي اي سي بقى له كام سنه؟ بقى له سنه مثلا عند البصري وماشي كده وعايش حياته ومفيش مشكله. ماشي. ده لما تيجي تبقى انت متوقع الاكسبكتيشن بتاع الريكفري والريجين كونتور والستنس بتاع الكوادريسبس هتسال السؤال ده رجلي دي خاسه يا دكتور والرجلي الثانيه تخينه. رجلي دي ارفع من دي يا دكتور 5 6 سم. تبقى عندك الاجابه الان 1 2 3 4 بس دي كلها تسال يبقى عندك الاجابه دي. هنرجين نورمال بروبسيبشنز والبلاس والكوردينيشن ونيور ماسكر كنترول اتشيف اوبتيمال فانكشن اوت كام هدفنا الفانكشن الفانكشن بتاعنا موبيليتي وستابيليتي وكنترول موبيليتي وسكيلز موبيليتي رينج اللي هو النورمال ارس والبوست كينيماتكس ده الموبيليتي ستابيليتي الكوردينيشن بتكون هامسترنج والكوادريسبس والكف كلهم بيشتغلوا بتناغم مظبوط بروبسيبشنز اللي هو الجوينت سنس والماسل سنس نورمال جوينت في بوزيشن يقدر يقف سنجل ليب سكوات كلوز ايز اوبن ايز كبالانس كبالانس تريننج لازم توصل لده كله ده بسيط جدا مش مستحيل ولكن لو عارف انت هتعمل ايه وامتى وازاي وتمشي بروجريشنز بالبرنامج الطبيعي اللي انت فاهمه وعارف تحترم اناتوم والفسيولوجي وبايو ميكانكس اللي كنا قلنا عليهم في الجزء الاولاني من المحاضره قبل ما نبدا دلوقتي هتقدر تعمل كلام انت بمنتهى البساطه الريابيتيشن جول ذات ماست بي اتشيف تو انتر ذا نيكست قلنا ده الكلام ده فيسيولوجي وفانكشن ما تنفعش تدخل من مرحله لمرحله الا ما تحقق الاهداف بتاعتك فانكشنال اند فيسيولوجيكال الفانكشنال ان هو يقدر مش موجوع يقدر وما عندوش وجع وقلبه ما ورمتش ده الفانكشن يعني يكون قادر الفيسيولوجيكال احترمت العمر بتاع الهيلينج والريبير والبون في التانلز والجرافت نفسه انتر ارتيكولار
واللي هو الباتس سبلاي اللي احنا عندنا ريجز والليجامنتايزيشن تحول رباط من تنز لليجامنت سترايك كبيره ده كله حصل بناء عليه تبدا تعمل مين البروجريشن بتاعك بتاع الاكسرسايز. ايه الفاكتورز افكتنج ريكفري افتر انتيريك روشيت ليجز؟ يعني هو كل عين زي بعضها ولا في فاكتورز بتاثر؟ هي الفاكتورز عوامل كتيره منها واحد الراجل ده دخل العمليات هو جاي كومبليت نيك اكستنشن كومبليت نيك فليكشن بيجري ولا داخل رجله ورمه؟ لو داخل هو ريستور ليميتيشن رينج اوف موشن ماسل اتروفي في جيت ابنورمال في بين اند ني جوينت فيوجن بيفور سيرجري يعني الكلام ده كله فري داخل واحد بيجري داخل قطع عينه هو بيجري طب ادخله يعمل عمليه اس ال هو بيجري ليه؟ هو عنده ريسك ان هو فرق ولو مره واحده مش مشكله مش هيجري عادي بدخله عمليه من اس ال لو داخل هو نورمال جيت ما عندوش بين ما عندوش فيوجن عنده نورمال رينج اوف موشن عنده نورمال باسل سترينث الريكفري بتاعه هيبقى اسرع واحسن غير واحد داخل بهوت ني يعني واخد داخل رجله بتتفرد باقي فيها ثلاث درجات وبالتبعيه ما بتتنيش للاخر عنده شويه افيوجن الراجل اتخبط الاسبوع ده بعدها بثلاث اربع اسابيع ورجله لسه ما هديتش لسه هوت ني مش كل ني هوت ني يعني رجله سخنه يعني لسه فيها التهابات وفي نتيجه التروما والخبطه والوعى في هيمو ارثرويدس ده قلما بيحدث دلوقتي قلما ما يحدث يعني مش كتير بيحصل بس بيحصل لو جراح لسه صغير يعني مدرس لسه جديد وواحد مدرس مساعد ومجاله عيان وخايف العيان لو سالوا لك وبتاع يروح لحد تاني يعمل معاه العمليه فبيدخله يعمل له عمليه فده قلما بيحدث دلوقتي قلما ما بيحدث قليل ما بيحصل مش الاصل الاصل الناس كلها عندها ضمير الاصل الناس كلها بتسيب العين الاول يعمل بروبرتي التهاب ويفرد ركبته ويتنيها للاخر يجيب كومبليت رينج اكستنشن وبالتبعيه كومبليت رينج فليكشن وما عندوش فيوجن وعنده نورمال مصر سيرس وعنده نورمال جيت بدل وبعدين دخلوا عمليه لان ده البروتوكول الاصل ده الاصل ودايما هنبقى عند حسن الظن انا قلت مش ما بيحصلش بيحصل بس قليل جدا ما بيحصلش من حد بروفيشنال اي 1 يحصل من جينيوس مش جينيوس ليه سيل ما يعملوش واحد ليه سيل بيعمل واحد على الاقل مدرس مساعد قديم او مدرس فاش اخصائي يعمله تمام يعني ده عمليه بتصنف مهاريه ذات مهاره غير الفيكسيشن والستابيليزيشن عمليات المنظير دي شريحه ثانيه من الكلاسيفيكيشن عمليه مهاريه فمش هيعمله غير واحد على وش مدرس يعني واحد خلاص اتخرج بقاله 15 سنه ولا حاجه من الكليه خد الماجستير وخلص الدكتوراه او خلص دكتوراه دي سنه ده اللي يعمل اسم فلو واحد لسه فريش ولسه ريسنت فهو ده اللي ممكن يغلط الغلطه دي يبقى مستعجل شويه لكن مش هتيجي من واحد منين؟ من البايونيرز اللي هم عندهم ويتنج ليست وكلام مثلا مش هتيجي منهم. الحاجات اللي بتاثر تاني على البروجريشنز والريكفري والافكتنج ريكفري بقى في الاس ايه؟ الجراف متاخد من فين؟ يعني العين اللي واخد بون تن من بون ده هيبقى ريسك ديفولب انتيرو ني بين. لو معمول من قبل جراح مش بروفيشنال قوي يعني الجولدن ستاندرد للجراف اللي هو البون تن من بون اللي هو الباتيلر تندز ياخد حته عظمه من الباتيلا حته عظمه من تيبيا تيبروستي من الباتيلر تندز ويثبتها في التانلز يبقى بون بون فالهيلينج بون بون افضل من بون سوفت يعني تلحم عظمه في عظمه التهام العظمه بعض اسرع من التهام عظمه بسوفت تيشو ولا مش منطق؟ ده منطق هو علم منطق فهو التهام اسرع والنقطه الثانيه بيبقى يعني هو تندز بس ليه نفس قريب من الميكانيكال بروسيس بتاعت الليجامنتس لان اي حاجه بايو ميكانيكال تربط بين عظمتين تبقى ليجامنتس هو ربط بين عظمتين مختلفتين ده الباتيلا تندز يبقى هو الجولدن ستاندرد كجراف وبتعمل الجولدن سيرجن لبروفيشنال اسين تاني يبقى هو افضل جراف بتعمل بافضل جراح لواحد اكل عيش اللعب وصلت المشكله عنده فيه اللي بيواجهنا فيه انه الانتيرو ني بين لو الجراح ما عرفش او الجراح مش اللي هو الدرس محمود يا لو الجراح اللي بيعمل بروفيشنال قوي وما قدرش هو بياخد الجراف زي ما هنشوف دلوقتي يظبط الباراتينون الكونكتيف تيشو او الفاشيا اللي الراوند التندونز
بيحصل اديشنز بين التندونز وبين الباراتونوم بتاعه، فيعمل بريتندرايتس اديشنز والفلابيشنز، يعمل يبقى مصدر بين الراوند الني انتير على كده التندونز، ودي بتبقى مزعجه لدرجه لا احد يتخيل، مزعجه لدرجه لا احد يتخيل. لو وده الاصل، عشان كده الناس كلها بتعمل مين الهامسترنج لانه صوف اللي هو الاس دي اس ساتوريوس جراسيلس سيميتندونوس وجراسيلس الاس دي اس تن. في بعض العيال احنا الريسبونس بتاعنا كبني ادمين اللي داخل بشره او عمليه زي بعض، في ناس البين سيجن بتاعهم عالي، واحد البين سيجن بتاعه عالي، تيجي تقول له بعد العمليه تاني يوم انزل وقف على رجلك الكلام من ده، احساس الالم مختلف، عمره ما هيبقى زي واحد بروفيشنال اسريت وبيجي بيقول له النهارده اتنطط، ده الريسبونس بتاعه مختلف. الناس اللي هي داخله عمليات وهو رجله كانت وارمه وسخنه وكلام من ده، عمره ما هيبقى زي واحد ايه بيمشوا عادي. فده لو انت النهارده ليش ريسبونس تو سيرجي انكلودنج بين والفيوجن اند ماسل انهيبيشن، النهارده العضلات بتاعت البني ادمين مش واحد ممكن يتخبط في رجله، بص تلاقي عضلاته ضعف كده مجرد بطل تمام في لحظه بقت كده، واحد بتمرن بطل وهو زي ما هو، مش بنشوف ده؟ مش بنشوف ده؟ ده نفس الريسبونس العضلي بتاع المصري بيختلف او الهيبيشن بتاع المصري بيختلف من بني ادم لبني ادم، ودي كلها فاكتورز بتاثر على البروجريشنز والحاله ما بعد مين؟ العمليه. سايكولوجيكال فاكتور، واحد النهارده لاعب لسه منقول لنادي جديد او دي كلها فاكتور بتاثر، يبقى الاستريس والموشن والكلام ده كله هياثر في البروفيشن بتاعه. يعني انا النهارده لاعب كوره، اكل عيش الكوره، منقول لنادي نادي لسه رحت الموسم اول مباراه او اول ماتش، هل هيبقى ادائي زي واحد ابن النادي وثبت وجوده وله تاريخه في النادي وعنده اصابه، الناس كلها بتسبورت هيلم وظهر وكلام من ده، ده دعم نفسي مختلف. البروفيشن بتاع ده هيختلف عن البروفيشن بتاع ده. التاني الريتابل قلقان واي حاجه بتتاثر فيه ومحتاج سبورت بشكل معين وتعامل هاندلنج بشكل معين ومستعجل دايما وارجع ارجع امتى هتمرن امتى، كل هذا عاوز تشده عشان ما تمشي الهرمون بهدوء، دي كلها فاكتور بتتاثر معايا. النقطه اللي بعدها الوضع بتاع الارتيكولار كارتج، ذا كونديشن اوف ذا ارتيكولار كارتج، الراجل ده لما حصل الاي سي ال، كان الاي سي ال حصل اوست كوندرا لما رجله لف عمل اوست كوندرا ليجن، كان بون كونتيوجن في الفيمورال كوندايلز والتيبيا بلاتو ميديال تيب ميديال تيبيا بلاتو وفوق عند اللاتر فيمورال كوندايلز من لفه ولا ايه؟ لو ده حصل هيبقى ده بون بروزي او بون بروزي او الاوست كوندرا ليجن او وضع الكونتيوجن الشديد ده في الارتيكولار كارتري سورس اوف سيفير بين. فالراجل لما تشوف هذا الكلام هيبقى البروجريشن بتاع الاكسرسايز بتاعتك الويت بيرنج دول، يعني انت لو حملت زياده هيبقى ليه؟ البين هيعمل شوت داون للمصل، المصل مش شغاله فيوجن تتجمع لما انت عمال تلف دايره مفرغه، يبقى لما يبقى عندك عين عنده كوندرال ليجنز كوندرال ليجنز الكوندرال ليجنز عامله بون بروزي وعامله بين، دي كلها تابتوس. ده شكل البون بروزي اهو، ميديا الفيمورال كوندايل اهي، دلوقتي الفيمورال ايه؟ الميديا تيبيا الباتو ولاتر فيمورال كوندايل، شايفينها؟ شفناها ولا لسه؟ الراجل ده كان عامل منسكس كبير مع الاي سي ال، قلنا لو عملنا في منسكس كبير مع الاي سي ال هنعمل ايه؟ هنحترم القطع في اللي هو المنسكس والبروفيشن بتاعنا هيمشي فيما يحتوي الويت بيري بتاع المنسوسيه في الاي سي ال، هنبروفيس الويت بيري والرينج اوف موشن نيفر ياند 90 لحد 6 اسابيع كفليكشن الويت بير 25 50 او 50 ثم 75 ثم يكون ويت بيرك على حسب مين؟ المنسكس وليس الاي سي ال. الاي سي ال ده انا اعمل 50% ويت بيرنج على اسبوعين، كل ويت بيرنج من 4 ل 6 اسابيع اكون كومبليت ويت بيرنج يعني بمشي من على كتير. الباتيب اللي فيه ري الاينمنت، الراجل ده لو عن اس سي ال وبلجا منين وباتيب اللي فيه هتكونسيدر ده في الريبيتيشن بتاعك. يعني وانت بتسكرايب اكسرسايز للكلوز كانتي، بتسكرايب اكسرسايز عشان ينزل السلم الليج بريس،
لازم الكونسيدر الباتيلو فيمر بقى اللايت لاين، وانت لو ما خدتش بالك منه هيدخلك في باتيلو فيمر البين. الباتيلو فيمر البين هيعمل ايه؟ شوت داون الكوادريسبس. شوت داون الكوادريسبس هي البامب بتاع الفيو بتاع النين. جمعت الفيوجن، الفيوجن اتجمع، اوروبا ورمت، ورمت ما عادش تتفرد، ما بتفرش مش هتتني. يا مش هتقدر مش توصل نورمال رينج لا اكستنشن ولا فليكشن. ومش طالما الكوادريس ما اشتغلتش يبقى انت واقف في الدايره دي، انا واقف على نفس النقطه، لان الفيوجن هيبقى بين. العين عنده بين وعنده الفيوجن ولوس الاكستنشن وبالتبعيه لوس الفليكشن. وصلت؟ فاهمينها ولا؟ ولا اقول تاني؟ انواع الجرافت بتاع الاس ال. الجرافت زي اس ال اس بون باتيلا اهي، تيبيال تبروستي بون تندن بون. الفكره في الجراف ده، ده الجدر في حته البون اهي، حته البون اهي، ودي الفتحه، ده التندن شايفين له ابيض، ده تندن. قلنا بقى التندن دايما ابيض ومحاط بره تنوم. القصه بقى ان الجراح في داخل المشرط بتاعه لو ما نوعش تشيس تاني وظبطه تاني بيحصل بريتن رايس اديشنز، والدنيا كلها بتبقى ملزقه وبتبقى صوص وفي سيفير بين انتيريور بشكل جيتد. الم غتيب، لا انت عارف تفرد ولا بتعمل اكستنشن ولا انت عارف تعمل فليكشن ولا انت عارف تعمل اكسرسايز، والعين ان بين بشكل مش طبيعي. ده مكان مين؟ شو هنا تبقى تبرست الحته اللي هي بتاعت مين؟ ده لسه اسرين اهي، خد من ده ثلاثه تندون زوم سارتوريوس وجراسيا سيمي تندونوس، ثلاثه تندون جنب بعض بياخد السيمي تندونوس ومين؟ وجراسيس، وبعدين يفهم على بعض وربطه، وبعد كده يدخل من نفس الفتحه دي يعمل التانلز بتاع مين؟ التيبيال تانلز، ويقوم طالع بالجايد يعمل اللاترال فيمورال ايه؟ تانلز، التانلز بتاع الفيمر بوستيري، ويقوم دكك الرباط ورابط تحت ورابط فوق، حطه ايزومتريك ويعمل فريكشن اكستنشن رينج موشن عشان يتاكد من مين؟ من الايزومتريك بوينت، وان الجراف ما حصلوش امبيرجمنت انسايد ذا تانل. الجراف ما حصلوش امبيرجمنت انسايد ايه؟ ذا تانل. ايه اللي يعمل امبيرجمنت الجراف انسايد ذا تانل؟ ان التيبيال تانلز انتيريور، فالجرافت يسقط جوه التانلز ويعمل ليميت اكستنشن، او ان الجرافت يبقى بوستيريور، الجرافت بتاع الفيمورال تانلز انتيريور في الفيمر، فده ليميت فليكشن. يبقى لو هو انتيريور في الفيمر هليميت فليكشن، لو انتيريور في التيبيال هليميت مين؟ الاكستنشن. اول مرحله بقى من الريهابيتيشن دي كده كلها فاكتورز خلصناها. ناخد المرحله الاولى، واحد بيز لاين امبورتنت تو استابلش ابيلت بروسيس افن سنسور، وده ان انا اخد الركبه للاخر او اثناء التسعين. لو فرجتها للاخر انا عامل سبيش على كل مين؟ البوستيريور واللاترال. لو تنيتها عملت سبيش على اللاترال وعلى الانتيريور، ده كله ايه بعد مين؟ افن كويس. لما اروح افن كويس دي مين؟ افن كويس. وده هيكون عن طريق جروب ريسبشن الجروب ريسبشن سابلت ديتكت بودي ان سبيس. كنا جوينت سينس ماسلز، الجوينت بتتحرك ولا ما بتتحركش، العضله الركبه متنيه ولا مفروض، تقدر كنترول ده وتعرف ده، ده جوينت بيرسبشن. وده هيتطلب حاجات مهمه جدا اهمها نيك بيز لاين سترينث، مش عضله قويه ولكن عضله تقدر تعمل الحركه بتاعتها، تقدر وعارف، تقدر وعارف يعني جريد 3 او 4 وصل تيست. العضله فيها جريد 3 او 4 اللي هو البيز لاين سترينث، هو مين 3 او 4 تقدر تعمل الريش كومبليت رينج اجريس مود ريزيستنس. ده المطلوب في المرحله دي. ريستور رينج اوف موشن، الرينج اللي احنا عايزينه ايه؟ زيرو اكستنشن 90 مين؟ فليكشن. مفيش بين، مفيش افيوجن، طول ما في بين العضله مش هتشتغل، طول ما في افيوجن في بين، في بين، في افيوجن في بين، في بين في شوت داون. ضيعت الافيوجن قللت البين، قللت البين العضله اشتغلت، العضله اشتغلت قللت الافيوجن قللت البين. اقول تاني بين افيوجن، بين موجود، بين موجود عضله مش شغاله، عضله شغاله هتمنع الافيوجن، الافيوجن موجود مش موجود مفيش بين. طب انا فردت الركبه زيرو مفيش مكان تقول في افيوجن، وعضله اشتغلت هتبمب الافيوجن، مفيش افيوجن مفيش بين، يبقى العضله اشتغلت والافيوجن راح، يبقى العاد بين والعاد افيوجن، يبقى انا كده وصلت لزيرو
طالما وصلت زيرو اوتوماتيك هتلاقي راحت 90 اوتوماتيك، مش هتتنيها انت، ده 90 لوحدها مش هتتنيها انت. احنا في العمليات دي ما بنعملش حاجه، احنا جاست ان احنا بنحط العين على التراك والرقبه، نحطه على قضيب وسايبينه هو ماشي. ده الدور بتاعنا، اعمل 1 2 3 4 من تاني بريفنت ومرور هو ماشي لوحده. انت بتحطه دي انت تعمل هو ماشي لوحده، ما بتزقش ولا بتشد. الجزء بتاعتنا 0 90 ادي كنا سترنس ولا ادي كود كونتراكشن؟ ادي كود كود مش سترنس مش شغال، عندها 3 او 4 جيت من المصل تسكن موالي. بعد كده كنترول مين؟ فيوجن وانفلاميشن 50% ويت بيرنج. الطبيعي ان هو يقدر يقف على رجلين اثنين محمل عليهم بالتساوي، يعني 50 يمين 50 شمال، 50 يمين 50 ايه؟ حاسب رجلين زي بعض. لما اوصل لدي هسيب العصايه ناحيه العمالي. انا دايما اتكلم على ان الاي سي رايت، يبقى اسيب العصايه اليمين ناحيه العمالي اليمين وامشي بالشمال، شمال عصايه يمين عصايه شمال عصاية شمال يمين شمال عصاية يمين شمال عصاية يمين شمال. ده الجيت بتاعتي، انا اقطع السلم ببدل عادي مفيش مشكلة. والعصاية بتساعد مين؟ تعبان اللي فيها العملية، احط العصاية فوق واطلع بالعصاية بالرجل فيها اليمين وبعدين ببدل بالتانية فوق منها، مفيش مشكلة. نعمل السلم في السندنج ستيب طالما العيال بيعرف يمشي وعنده 50% ويت ديلي. طب لو ما قدرش يجيب 50 50 لسه بيحمل ب 25 بيطلع بالساوند بينزل بالافكت جود اب باد داون. لو وصل 50 50 يبدل عادي، يوم ما يوصل 50 50 يعمل ايه؟ ريسيف لوك بدل عادي ريسيف لوك. قبل 50 50 بيطلع بمين؟ جود اب الساوند بينزل بالافكت جود اب باد داون. كلام متفق؟ تمام. واصل ولا اقول تاني؟ اللي بعده الحاجات اللي هتعملها ايفالويشن البين والهيموارثروس والبتيلا موبيليتي، لان احنا قلنا تو بريفنت الارثرو فيبروس اند تو بريفنت تو مينتين لاست ديجري اكستنشن تحافظ على الماتيريال ايه؟ موبيليتي عن طريق تعمل موبيلايزيشن ميديو لاترا سوبير انتيريس وتجيب الاكستنشن. النقطه الثانيه هتشوف الكوادسيبس كونتراكشن شغال ولا لا؟ سوفت تيشو كونتراكشن اللي هو الكف والهامسترينج واليتي ده الفاليو عشان رجلي ما تحصلهاش ايه؟ طيب لا بره ولا تحت ولا فوق، فلازم تحافظ على الاكستنشن بتاعتك. الكلام ده يكون ازاي؟ ممكن تعمل نيورو ماسك ريكتيكال ستيميليشنز للكوادريسبس، تعمل ايسنج، تعمل كومبريشن اللي هو الجيم ريدي بالايس والكومبريشن، ايس والكومبريشن ريكتيكال ستيميليشنز بوست اوبرتيف الديب ايسنج. الميزه فين؟ ان هيعمل حاجه ممتازه جدا. الايسنج بيبنت اللي هو الريليز بتاع الهيستامين لايك سبستنس والجلوكاينين اللي هي بتعمل السيركل بتاعت الانفلاميشن، فلما بتكسرها ما بيحصلش انفلاميشن اصلا. طالما ما حصلش انفلاميشن مش هيبقى في بين ومش هيبقى في فيوجن، لان يعني اللي بيعمل البين والفيوجن مين؟ انفلاميشن. انت كسرت الدايره مش انفلاميشن. وضحت ولا لسه؟ واضح. اللي بعد لما الركبه اتفردت في الاخر وبديل الموبيليتي موجود والركبه اتفردت فنورمال ارثرو كينيماتكس، مفيش حاجه هتتكون، مفيش انتر ارتكولاريشن هتتكون، لان انت منعت الفيوجن يبقى موجود جوه الركبه. يبقى خلصنا دي، خش على اللي بعد. ده يقدر تعمله ازاي؟ بال نيورو ماسكولار الكتريكال استيميشن بالكهرباء وبالستاتيك كوادريسبس كونتراكشن، شد العضله وسيب شد العضله وسيب. ده الجيم ريدي. وده الستاتيك كونتراكشن هو مع الايس عادي، ما عندكش ده تجيب ده. ده تحبوا تعرفوا ده منه؟ الجيم ريدي الجهاز الرابس بتاعته كلها الراب الواحده ب 12000، يعني بتاع الركبه ب 12، بتاع الشولدر رايت ب 12، الالبو ب 12، الشولدر ليب ب 12، الالبو ب 12، الريس ب 12، الهيب ب 12، الانكل ب 12. ضرب 6 جوينتس في 6 جوينتس 7 جوينتس، يعني الشولدر 2 يبقى 7 في 12 84، والجهاز ثمنه 105 200 190000 جنيه. ما مش موجود يا فندم، ما عندناش مشكلة. كمال التلج كيس بامية كيس طماطم من التلاجة وحطه على رجل العيان، مش من التلج وكسره وحطه على رجل العيان وارد وربطه حوالين منها براب ويعمل ست كونتراكشن يخف زيه زي ده لمدة 10 دقايق يا دكتور؟ اه 10 15 دقيقة. المهم دي الايس، الايس بيعمل ايه؟
الايس بتكريز الايس اند كوادريسبس كونتراكشن هيديكريز الجوينت افيوز. ده الموتورايز كولر يونت يوز تو بروفايد كرايو سيرف. ده كرايو تقدر تمنتين لاست ديجري اكستنشن. قلنا مخده تحت كعب رجل العيان اهي، او ده جهاز معمول، او راس السير اللي هي بيس اهي، اخت الثانيه اهي اختها وسند باقي عليها، او الوجه بتاع الاطفال والعيان بينام لو المساحه ضيقه عندك ونام على السرير وتنام كده، او ترفع ظهر السرير والعيان بينام بره السرير نصه بره السرير وتحط الويت. ولما تحط الويت ده كان قديم، حطه بلوس تو زانين. الصوره دي قديمه، الصوره دي من 8 سنين او 10 سنين زي الالم، هيبقى كلوز تو زانين. تمام اتفقنا؟ كلوز تو زانين عشان يستريتش على الكبسول نفسه. كلوز تو زانين تحت النية على طول. ما انت عاوز تستريتش تحطها فوق النية، يبقى انت بتعمل ايه؟ الطنس والاكستنشن بتاعت الاي سي ال يا اما بتثبت بمسمار زي كده يا اما بتثبت بمسمار بالعرض كده. ده انواع الفيكسيشن. النقطة الثانية، لازم الجراف يبقى طالع من التيبيا رايح بالسير للفيمر بهذا الشكل. ده المنظر الطبيعي بتاعه. تيبيا اهو في نفس المكان ده ورايح لاترال وبوستيريو مش انتيبيا. رايح كده. لو طلع وبقى الجراف طالس فيكسيشن بالشكل ده انتيريور، ده هيلمك مين؟ فليكشن. لو التيبيا طالس انتيريور كده هيلمك مين؟ اكستنشن. لازم دي تبقى هنا ودي هنا. فيبقى عندك ده نورمال ريل. يبقى لما يجي لك عيال ما بتنيش ويفرد رجله من الاخر ما تتعباش عليه. تقعد تدور عافيه او تتنيها عافيه. طالما اي سي ام. دكتور معلش. حاضر. الطبيعي ان التانلز تبقى كده. ماشي يا علي؟ ان التانل ده التانل ده كده غلط يا علي وانتيريو يا علي. التانل ده المفروض يبقى هنا كده. ده مكانه الصح. زي ده. هو طالع انتيريو قدام، طالما انتيريو هيخلي الرباط ايه؟ يكلكع جوه الركب. فيعمل جرافت والتانل امبنجمنت، يخلي الجرافت يكلكع جوه مين؟ الركبه، فيلمك مين؟ اكستنشن. طب هو بالنسبه للفيمر التانل انتيريو ولا بوستيريو؟ انتيريو للفيمر، المفروض يبقى بوستيريو. طيب تيجي تروح الركبه الرباط هيبقى قصير، مش هيلمك مين؟ ريفليكشن. يبقى لو انتيري في الفيمر هيلمك مين؟ ريفليكشن. لو انتيري في التيبي هيلمك مين؟ ريفليكشن. وصلت؟ عشان تبريفنت الارث في البروس والرينج موشن تعمل ايه؟ بس في الاكسسوري بس فسيولوجيكال ابن رجله رينج موشن. هو ده السي بي ام. سي بي ام الغلابه. العيال يقعد على حرف السير ويبني رجله رايح جاي برجله. تم او واحد بيشيل رجله ويقفل بس ده هيعمل ايه؟ بريفنشن للارثر في البروس والستيفنس. وزي ما احنا بنعمل اهو الخواجه بيعمل اهو يعني عادي ما هو معطوش نفس الكلام اهو هو بيقول نفسه قدام الكتب. والبتاع اللي احنا لقطناها برضه من الكتاب وعملنا زيها في العياده. والرول نفسه الرول اللي مناديله عشان العيان ينام عليه عشان السيسي ما يبقاش عايز ينام عيان ما ينامش مكان عيان. يبقى كل واحد بينام عليه على نظافته. تصحى غلط. بعد كده انت بتعمل فايرنج لمين؟ للفليكسورز والابداكتور والاكستنسورز ادي الكونتراكشن. يبقى فيها الحد الادنى منين؟ من القوه. احنا في المرحله دي مش عايزين سترينسنج جامد. عايزين المصل تبقى يروح قبل تجيب ريفل. وصلت؟ ده في المرحله الثانيه يا دكتور صح؟ دي المرحله الاولى يا فندم. كل ده طلع ونزل اكتف فري واكتف ليس مانوال لسه المرحله الاولى اللي هو اول اسبوعين. طب يا دكتور انت ايدك هنا حاططها لريزيستيف ولا ايه بالظبط؟ هنا ريزيستيف. انا رايح بقى انا نزلت تحت عند النيه ورحت عند الانكل. ركز بس في ايه؟ زي ما سالت عند النيه. عند النيه ليه؟ عند النيه عشان يبقى الريزيستنس الفليكسوس فوق. غير فليكسوس لو نزلت عند النيه دخلت معايا ريكتس فيمرس فعملها فايرنج زياده للكوادريسبس. وكنا شغال بزيادة الوقت لان انا مش ضامن الركبه تكون قفلت. لما الركبه تقفل في المرحله
اولى وانتهي زيرو اكستنشن 90 فليكشن يبقى الكويس قاعد تقدر تعمل مينتين اكستنشن قد الريزيستنس تحت. يعني ما فيش ريزيستنس ده تحت عند الانكل الا لما اكون ضامن ان الركبه قفلت وعشقت كده مينتين ده وعندك. لكن لو طلعت بقى وهي فيها اكستنشن لاج كارثه. ده بيعمل ستريس على الجرافت. يعني الفرصه تعمل بقى ايه؟ ترانسليشن. يبقى عشان كده بعد كده ابسوليوت كنترول تيجي تعمل سيت لجزء عن اس ال في الاول كوبي. قال لما تجيب مين؟ كومبليت اكستنشن مين؟ فعشان كده بيدي ريزيستنس فين؟ عن مين؟ نفسها او باف ذا نين مش بلوز ذا نين. يبقى حاط ده جيب احسن. نفس القصه المونت ارم قليل ما حطهاش تحت. طب ما ده هيتعبني عشان اضمن مين؟ كنترول اكستنشن. يعني لو نزلت تحت الفورس بتاعتي ممكن تعمل مين؟ اكستنشن لاج ركبه تلب. لكن لما قريب من الركبه ما عملش 9 ركبه عشان 200 اكستنشن. باتيلر موبيليتي ده اللي احنا عملناها في سكشن ريفيجن انفيريور ميديو لاترال ستريتش كاف. التمرين ده ما يتعملش في الاول طبعا لانه المفروض ما يروحش اكتر من 90 او اسبوعين. بس الناس حاطها في الكتاب ده ستريتش. بس مش هعمل ستريتشنج بهذا الشكل. يعني كده معدي كده جاي معدي كده كده خد رينج بتاعت 100 قبل كام؟ 8 اسابيع. ولو اعمله اعمله بالطريقه بتاعتنا احنا هنعمل بيها دي عشان اظبط الريكتس فورس. مش عيب يعني الكلام ده معمول اصلا. الكتاب ده الصور دي بتاخدها من النسخه بتاعت 2010. الدنيا اتغيرت. الدنيا ايه؟ فاحنا لو هكذا بنعدل نعدل ونقول ده ما يتعملش كده. يعني في ناس لسه بتعمل كده واحنا في 2021. معنى ان هي كتاب 2010 يعني هي متاخده من ابحاث 7 و6 و8 اقصى حاجه 9. هو الكتاب عشان يجهز بيكتب اخر ابحاث عملت ربما كده من 7 و8 ويجهزوا ويطبعوا ينزل في 2010. ده المنطق. يبقى اخر ابحاث هو مستعيل ده سنه كام؟ 2008 او 2009. يبقى احنا بنتكلم في كام سنه عدوا؟ 12 سنه. فلازم يكون في متغيرات. يا دكتور تمرين الكرسي ده ازاي بالظبط؟ انت قاعد على الكرسي اللي هو بتاع المكتب وبروح ويرجع عشان تبروح تظبط الرينج في موشن زي ما انت عاوز حتى 90 درجه. انا بحط رجلي اهو واروح الكرسي وارجع. انا بحرك كده الفيمر على مين؟ تيبيا ثابته وبحرك الفيمر عليه كفلوس كاينيتك او انا بحرك الفيمر الكوندايل على التيبيا الجاتوه. عشان انا بروح في الرينج لحد 90 وول سلايد كده بحط رجلي وهو يساعد نفسه. بس ما يعديش مين؟ 90. نفس القصه 90 نفس القصه ايه؟ 90. هيد رايز عشان الكف ابدا الصوره الاخيره الثانيه اللي تحت كلوز كاينيتك ازيومتريك. انا بدات كلوز كاينيتك كده وعندي الفيوجن لسه في المرحله الاولى. مش الكلوز كاينيتك هيعمل فريكشن وسايلوفايتس في الفيوجن. انا ممكن لو حطيت له حيطه بهذا الشكل وزق الحيطه وهو ثابت مش ده ايزومتريك؟ عملت فريكشن ولا عملت كومبريشن بس؟ اللي كان بيعمل فريكشن مين؟ الجلايدنج والرولينج. انت مثبت وبتزق. ده هتاخد الميزه بتاعت مين؟ الكلوز كاينيتك ان انت تشغل اجنس انتاجونست وفي نفس الوقت ما عملش الفريكشن. وبعد كده تغير الزاويه. اعملها 90 بعد كده اعملها على زاويه 60 نفس الكلام. زاويه 30 اعمل نفس الكلام. يبقى انت كده عملت مالتيبل انجل كلوز كاينيتك ايزومتريك كونتراكشن. خدت الميزه بتاعت الكونتراكشن والبروبوسيبشن والكلوز كاينيتك شيم ما عملش تسع جرافت وشغلت الكوادر وشغلت الهامسترنج بدون ما تعمل ايه؟ تسع جرافت. وبدون ما تاخد السايد افكت بتاعت مين؟ كلوز كاينيتك. البيز احنا بنعمل الكلام ده على اي اساس؟ الساينتفك راشونال سبورت الميديا رينج اوف موشن. يعني نقدر نعمل نطلع نحط العمليه تعمل رينج اوف موشن اكسرسايز. استبلش خلاص الكلام ده ابروف من كام؟ من 12 13 سنه. الموبيليتي بقى والرينج اوف موشن تشمل مين؟ باتيلر موبيلايزيشن تريتمنت ليميتيشن اوف ني موشن ايرلي بوست اورت كويز اوفر بريدج بروجرام. بلاقي اللي هو بريدج بروجرام يحط الويه حط رجلي على حط ويه حطه كده على الكعب عليها ويت اللي هو البريدج. مش ان انا
البنشر ويت بيرنج سيف، يعني يحمل بعد الاخير الوصل سيف نوت هارب كويس جرافت. ولكن لو معايا مانيسكال ريبير او هاي تيبل اوستيوتومي صح، هبدا على حسب مين؟ حسب المانيسكال. نو هاي كواليتي ايفيدنس سبورت بوست اوفر بريسنج، اللي هو البريسنج اللي بيسوده ملوش لازمه، بس ما نقدرش نقول الكلام ده. وبعض احيان لو العيان عنده فيديو كولاترال هيبقى مهم، لو العيان عنده مانيسكال ريبير هيبقى مهم عشان الليمت ريفليكشن ما يعديش 90، بيبدا 0.30 وبعدين 0.60 وبعدين 0 كام؟ 90. النقطه الثانيه هيسبورت البارز 2 بار، هيبقى سبورت مين؟ الاستريس على الكولاترال ليجمنتس. طيب انا اكسب بيهم يبقى هو بعض، يبقى الكلام هيقول ايه بقى؟ هيلب فول انسلكتيف فيجن فور بروتكشن اند كونفورت. مش حاجه مفروضه ولا كل حاجه لها حاجتها. لكن لو عيان اي سي ال سيبريت هدفعه 1200 جنيه. كده خلصنا المرحله الاولى 0 90 هنعمل فيها ايه؟ قلت لها موبيلايزيشن تكتيكال سيميليشنز ايسنج ستريت جريزنج، وعرفنا هنحط ايدينا فين؟ الموبيلايزيشن هنعمله ازاي؟ ستريتشن كاف. اصحى محمود اقف، وصلنا اه وصلنا اقف، انا كنت فين؟ بقول ايه؟ صح النوم، انا صاحي من امبارح يا محمود حرام عليك. نبدا المرحلة الثانية اللي هي بتبدا من اسبوع من 3 ويكس تو 9 من 3 ل 8 اسابيع، ودي هنشتغل فيها عادي. ممكن على الاسبوع السادس نبدا مين؟ اوبن كاينيتك 90 60، هو المفروض 90 30 بس احنا هنخليها 60 عشان يبقى في 30 درجة. لو سرحت منك الزاوية يبقى انت في الامان. 30 0 ابسوليوت لكونترا انديكيتد لحد كام؟ 3 شهور، يعني بعد الاسبوع ال 13 يبدا، وبعد تبداها باسبوع او يومين ثلاثه ينزل السلم بالتبديل، غير كده ما ينزلش سلم بالتبديل. اتفقنا؟ فيز 2 دايناميك ستابلايزيشن الهدف فيها ماكسمايز افريت موتور باتر. عاوز اشتغل عاد اكتر بقى. يبقى ابدا بلوس كينيتك بالليج بريس، ابدا بلوس كينيتك ريست وول، ابدا سنجل ليب سكوات، لا دبل ليب سكوات مش مشكله، ممكن ابدا فيها الاكسرسايز بهذا الشكل نحمل على رجل واحده عشان يبدا ياخد السنس بتاع فول ويت بيرنج الكاف ريز، وانا مظبط الويت 50 50 عمل فول ويت بيرنج قدر يقف على رجل واحده وعدى ال 100 رينج اوف موشن، ال 100 رينج اوف موشن يبقى 100 110 فليكشن رينج اوف موشن، وطبعا كان من المرحله الاولانيه جايب الزيرو وعلى عنده ستريس كويس، خد كنترول ستريت ريزنج اكستنشن في الافليكشن وابدكشن اكستنشن وعامل كنترول على الاكستنشن، ساعتها يقدر يمشي من غير عصايه، يقدر يمشي من غير ايه؟ ويطلع السلم عادي ويمشي عادي. ونكمل بقى بقيه مين؟ الاكتيفيتي بتاعتنا. عايزين رينج فوجن 0125 نضمن مصر كنترول مفيش انفيوجن 100% ويت بين 100% يعني فول ويت بين، يعني يقدر يخرج. اصحى يا رجاله. انا صاحي مين ده كله نايم. انا مش قادر اصحي. صاحي معك لا. في المرحلة دي بروتكت 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 باتيلو فيبرال بين جوينت، هنأفويد مين؟ اكستنشن لاج. وفي نفس الوقت هنأفويد مين؟ 0-30 لسه على اس ال اللي بعده ممنوع انفليكشن انفولف هاي ني انفليكشن انجل ديب سكوات، ما تعملش ديب سكوات، قلنا السكوات اخره كام؟ 0-30 0-45 ماكسيم. الكلام ده بيضاف عضله النيل المره السنه اللي فاتت موجود متسجل ولسه قايله تحت دلوقتي. ده بيتقال السنه اللي فاتت يا باشا، كلها الماضي. والصوره موجوده الموت ارم بتاعت مين؟ بتاعت نويز، بتاعت نيومن. ايوه وتقول لي هتكمل من هنا. ما انا عارف. افويد الاوبن كاريتك 30 زيرو، افويد السكوات بعد 45، يعني اخر 0-30 0-45. ليش عارف؟ بلس كان هيلث بريبيرد زيرو كام؟
يكون مميز ايه؟ الحمد لله. هنكمل البروتكت انفيوجن والسيرفايس والكلام من ده بالحاجات اللي احنا كنا بنعملها الايسنج واللودنج بشكل محترم. بعد كده الكتريكال ستيميليشنز باي فيدباك، ممكن نعمل بقى الاكسرسايز بتاعتنا باي فيدباك الكتريكال ستيميليشن بالاي ام جي باي فيدباك. انت تعمل اكسرسايز سكوات مثلا او تبقى بتعمل اوبن 30 90 60 او 90 30 30 0 لا، وتشوف الباي فيدباك وتشوف الفايرنج بتاع مين الميديالس واللاترالس وتقارن بينهم. ممكن تعمل كروس كينيتك شن، اوبن كينيتك شن كام؟ 90 60 سنجل ليم اند تو ليج سكوير وول سكوير وول سكوير. هتحط بالانس اللي هو الكور سيوس بول بتاعت الاطفال وتزقوا فيها. ما عندكش جهاز الليج بريس ما تعملش، حط الكوره بتاعت الاطفال وزقوا عكسها هي سوفت هتروح معاك. هيديك نفس القصه. تجيب سيرا بند تقيل وتثبته وزقوا بالسيرا بند. اصل الناس بتقول الناس واقفه وعامله ستاك ده ما عنديش اجهزه ما عنديش امكانيات، اصل ما فيش اجهزه في العياده. لا الامكانيات في عقلك. انت عارف ايه اللي يتعمل؟ فصله جهاز، فصله فكره هتوصل لهدفك. احنا لما جبنا كنترول عملنا ايه بقى دلوقتي؟ شايفين الفورس فين؟ عند الني عند الانكل. انا مش ناقص هاده حيل، انا مش ناقص هاده حيل. عملت ايه؟ ربط سلينج اهو سوست حديد وعملتها بوك في شبكه حديد اهي اهو، ودي وتتربط وتتفك وتتفك في الهوك وتركب لاي عين تاني. النقطه الثانيه ده في حاجات ده شغل، ده فيها شغل كتير قوي القصه دي. انت عارف المسافات دي 9 سم، كل سم في السلينج ده بتعمل كام؟ يبقى هو بيرفع كده، كل ما يرفع اكتر يعني انا هقول اربع مرطات يبقى كده بيرفع 4 كيلو، يبقى كل الريبيتيشن طلب 4 كيلو. طب انا خليته يرفع 6 بلاطات يبقى الريزيستنس اللي واخدها هو بيعمل بقى حط كام كيلو؟ 6 كيلو. يعني هو ده يا فندم معمول لها كاليبريشن، والله مش معمول لها بهزر. واحنا هنعمله بس؟ لا انا مش هعمله بس، والا ما ابقاش ناجح. لازم تبقى بتعمل، لما هتعمل تعمل وصح زي الكتاب مفقود. انا عايز ادي ريزيستنس 6 كيلو بعمل 6 كيلو. لا ما في اجهزه بتقول لك ان العضله دي تتحمل 6 كيلو ايزومتريك ستريس بتاعها، يبقى تعمل ريزيستنس 6 كيلو. دينامومتر هاند هيلد موجود، كنا بنقيس الاول بالهاند هيلد دينامومتر الاول مع تكرار المقاسات، قارنا المقاسات بدينا عمده جبنا فين. ده اعمل له بالوان سلينج، ده اعمل له مانوال اوتوماتيك مع كتر التكرار، بس لازم الاول يبقى عندك اوبجيكتيف زي الدكتور في الاول ياخد الباص كده يقول لك الضغط من الباص بتاع ايد العين، يقول لك الضغط العين ده كذا صوت، الضغط مثلا 120 ده 140 على 90 من الباص مع كتر التكرار يقيسوا ده بالظبط زي ما هو العين داخل على من ريحه بوق العين والاستون بتاعه يقول لك ده العين ده السكر بتاعه معدي 220 او 230 من ريحه بوق العين بتجيبه دكتور سكر الشاطر. هي الفكره كده، انت كعلاج طبيعي انا عاوز اقوي مين؟ غير التسويق. بالمناسبه الشرير بيطلع وبينزل. الشرير اللي هو نايم عليه العيان ده بيطلع وينزل. فانا اقدر ارفع الشرير اخليه لو طلع اربع مرات برضه للتنشن بتاع مش هو الاستيك والبلاستيك والستيفنس بتاع التيشو حسب بيمشي قد ايه. فاقدر امشيها المسافه برضه اللي عاوز يوصلها فاجيب بيها مين؟ الريزستنس اللي انا عايزه. طب نقدر نكالبريت ازاي؟ عارفين ميزان الشنطه بتاع الطيارات؟ ميزان الشنطه بتاع المطار بتثبت السوسته دي في نقطه وتشيل تعرف المتحرك كام سنتي يديك كام كيلو. سيبنا ليالي عشان نعملها. وفي الاخر بدات نسخه موجوده في عياده جامعه القاهره وموجوده في كل عيادات الناس اللي اشتغلت عندي في العياده عملوا نفس الفكره. بالطبع. بدل ما تجيب بقى ساند باج واكياس رمل وتفك وتقع وكلام من كف تتفصل عن بتاع الاحذيه حزام زي ده وتحط 3 4 جنب بعض 3 جنب بعض وتخيطه وبعد كده تكفر بحاجه بالجلد اللي هو الكاش ده بتاع كده وبعد تغطيه بقى بمين؟ بستيكرز اللي هو بيلزق اثنين على بعض وتركب فيها مين؟ الهوك.
اهي السوسته على الفليكشن والابداكشن وايه الكلام ده من 10 سنين يا جماعه من 2011 دكتور الصوره بتاعت الفليكشن مش كده عامل اخر درجات الاكستنشن بتاعت ما فايدها طالما عامل لوك عشقت خلاص لكن لو طالع وهي متنيه شويه ما هي نازله تحت بس هو فرد الركبه طالما قدر الكنترول اكستنشن يطلع عادي طالما الركبه اتقفلت اعمل لكن ما تعملش كده انت قفلتها بوني بلوك فالسكرو ميكانيزم عشقت بقى الحين هنعمل بقى دلوقتي على البول مش على اس ال القصه فين؟ ان هي لسه بتطلع في 30 درجه الاخرى وتجلايد لكن هي حصل جلايد واشفت خلاص مفيش فرصه هتخليها ايه؟ تاني فعشان كده ما ينفعش تعمل ريزيستنس بهذا الشكل وهي مش كنترول اكستنشن كنترول يعني ممكن تعمل ده مانوال اسبوعين ثلاثه لما تجيبه كنترول بايدك وتعمل ابداكشن اكستنشن بايه؟ بالسليم اللي بعد قلنا بنعمل في الاسبوع السادس اوبن كانتك 90 كام؟ اقعد تحسيج اهو بعمل سلينج مربوطه تحت السرير اهو وبيطلع بالكف وحاطط الكرسي عشان اشوف غيره. النقطه الثانيه انت شايف هو ماسك فيه الويب؟ المسبحه بتاع اللي بيسبح بيها مش عشان يسبح ده هو عشان يعيد واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه تايم اوف هولد بتاع الكونتراكشن 6 سكند وبعدين يقوم دايس دوس. الباشا انت عاوز طالما عايز الجو وتطلع شغل هتطلعه. مش احنا بنقول في اكسرسايز اعمل هولد 6 سكند ده هيعمل سترينس. انا عاوز اعمل ده هقعد جنب العيان. طب اعمل وامسك هولد 1 2 3 4 5 انزل دايس دوس. المفروض 6 ريبيتيشن 30 ريبيتيشن. الثلاثه في 6 بكام؟ 180 ثانيه على 60 ثلاث دقايق. لو جيت انت لقيته النهارده عامل الريبيتيشنز 30 ريبيتيشنز او 20 ريبيتيشنز في 50 ثانيه على الساعه بتاعتك او الصبح شو انت عاملها على الموبايل انت كروت ولا ما كروتش؟ عيد التمرين كده. ما هو في الاخر انا عملت 20 جلسه ما اتحسنتش انت هتلبسها فلازم يتعمل زي الكلام ما بقول. على فكره انا بقول دلوقتي انا عارض ده رغم ان انا ما بعملش ده دلوقتي. يعني الجهاز اللي عندي دلوقتي في العياده اصلا بيبقى فيدباك يعني بتاع موجوده والعين شايف الرينج بالمؤشر طالع بالكهرباء والزاويه لو عدها ما بيحسبهاش والريزيستنس والريبيتيشنز بالتايم محسوب. مش هيجوم بس انا مش هعرض ده. ده محتاج فلوس. انا اشتغلت ده وده اللي جاب التاني. ده اللي جاب التاني. فمش هتبدا من حق معلش انا لما اطلب الواحد اقول لك هتجيب الطقم بتاع الاير داينامكس 28000 دولار. يعني 360000 جنيه. عشان يعني يجيبوا كواد ريسبس يعمل بقى تمارين. مين كم واحد هيقدر يعمل ده؟ اللي عامل ده تقريبا عيادتنا ومستشفيات الجيش عايز اعمله ليه؟ في بعض الاجهزه اللي هي بيقول عليها دي موجوده فيها دكتور شاذ دلوقتي. هي الاير داينامكس. موتور هواء زي بتاع اللي بيمشي في العربيات ماشي بضغط بيوصل ويديك الفيدباك الريبيتيشنز والريزيستنس والسرعه والتايم والريبيتيشنز للجهاز بيحسبها. بقول لك كمان فيها كمان لو انت ما عملتش الزاويه كامله والرينج كامل الجهاز ما بيعدش. هيعملوا لنا ايه تاني عشان نشتغل؟ صح. هنعملها ازاي بقى كده يا جماعه؟ اهي وقف عند زاويه 60 ولا وقفش؟ خلاص. ما تقوليش بقى اقف واسيب العيان واقف لا خلص ده خلص عين وارجع له خليه يغلط وانت المايسترو لو ما عندكش شخصيه تسيطر على العيان ونفذ كلامك بالحرف عمره ما هيتحسن.
ده اللي بريس اهو حديد ماشي. اللي بعده كور از ذا كور ريهابليتيشن. كور از ذا كور ريهابليتيشن. اي عين ركبه او عين انكل او كور لازم نعمله كور تريننج. طبعا عارفين السيناريو ولا اقوله عارفينه انتوا خبر انا مش شارو ويروس تبقى خلاص بقى كورنيتد سوبرنيتد بيرم بارجم ابدكت الكسندر روتيل مش كروت يا اسماء خلاص بقى يعني هتحضروا ماجستير دكتوره في الحته دي. انا قلت الصبح ان البروبسيبشن ديفيك في عين الاس ال في اتجاه الدريكشن رايز اكستنشن. شوف الكلام ده ريال ده الجوينت ري بوزيشن سيستم. ركزوا مع الفيديو ده ده لا ده السوي اللي بتيجي الافكتد. شوف بتسبق اكتر ازاي مع التكرار بتاعه. ساعة ما هيعرف اغير له الزاوية. عدت ازاي؟ شايفينها؟ ما بيوصلش بيها اصلا. ما بيوصلش للهيل التاني. التانية هو التانية بتعدي. الافكتد اللي هي اليمين الشمال. تعدي لفوق يعني. لا بتعدي زيادة. المفروض تيجي يوصلها بالظبط. يبقى حافظ الزاوية. لو عرف يظبط الوسط بعض يبقى كده يبقى بيعرف يعمل يعني التمرين. ما بيعرفش. بص انا مغمض. بص اتنين ايدي كده هتوصل بعضها. طب انا غمضت هتوصل بعضها. جابها صح. ارفع ايد. ده البروبسيبشن تريننج. هو كده اتنين ايدي هات اتنين وصلت. عرفت اتنين ايدي هات اتنين وصلت. ده البروبسيبشن تريننج. وصلت تمام. مش البروبسيبشن تريننج ان انت توقفه وتني وبالانس ونط ويعمل. لا ده اللي هيجيب التاني. ايه مشكله الفليكشن يا دكتور؟ مش فاهمه الفليكشن ان الهامسترنج والاي سي ال واخدين من التيبيا الساتيك او التيبيا النيف. فلو في ديفكت في الاي سي ال هيبقى الديفكت بيوصل شويه سيلز فين اتجاه الفليكشن مش اتجاه الاكستنشن. يعني انت عاديه هتحط صوره رجليك قصاد بعضها هيجيبها كويس جدا لان الفيمورال هو المسؤول عن الاكستنشن. فملوش دعوه بالفليكشن بتاع الاي سي ال. والاي سي ال ملوش دعوه بالفليكشن. في دعوه بمين؟ ملوش دعوه بالاكستنشن. دعوه بمين؟ الفليكشن. يعني بص لنفس العينه اهو هو قاعد هنا هيجيب دي صح. الفيديو مش شغال. حاول اجيب الفيديو بكره ان شاء الله اطلعه بدل ما اكون فاضي على فولدر واوريها لك كل واحد. بعد كده يبدا يعمل مين؟ سنجل ليم ستانس. يعني يبدا سكوات على سنجل ليم يطلع وينزل عشان ده يجهز لي لمين؟ للمرحله اللي هو بعد عند نهايه الشهر الثالث يبدا ينزل السلم للتمرين. فانا بجهز مده شهر عشان اقدر اعملها. انت ماشي التمرين وبكره يعني. النقطه الثانيه كنا بنقول العيال ماشي بكواد ديسبس افويدنس جيت. انا لما اعمل فليكشن مش اوتوماتيك لازم الاكل يروح دورس فليكشن؟ صح؟ يبقى لما يروح دورس وهو بينزل لازم ينزل هيل سترايك. فلما احط له الكونز دي كده هيروح فين؟ فليكشن هيب بص فليكشن انكل ينزل على الهيل سترايك. ده هو ماشي قدام. طب هو راجع بظهره هينفع يرجع بظهره بدون ما يدي رجله؟ لا لازم يتني. هو كان ماشي بافويدنس. الافويدنس يعني ايه؟ ما بتنيش رجله وما بنزلش هيل سترايك. هو رايح بوشه تاني وعمل دورس فليكشن ونزل هيل سترايك. هو راجع تاني. النقطه الثانيه في التاني هو راجع هو شايف الكونز مش راجع بظهره؟ بروبوسيف راجع بظهره؟ شايفها؟ لا يبقى لما يرجع هو مش شايف مش اكنه زي ما يكون كان نايم على وشه وبيتني يجري ويحفظ الزاويه يبقى بروبوسيف تريننج صح؟ ايوه رجعت النورمال جيت بتل ورجعت ايه؟ بروبوسيفشن. والنقطه اللي بعدها هو بيرجع كده ويرفع رجله مش عامل سنجل ليم سبورت يبقى عامل ستنسنج لمين؟ الجوتيس مديس هو رايح وراك وعمل دي وعمل دي ساوند وافكت صح؟ ده احنا في العياده وده كتير. يبقى حد يخترع علم في حد يخترع علم ولكن احنا بنمشي ايه؟ هم عندهم بتاعتهم شيك شويه احنا جايبينها بتاعت المرور. سنجل ليب سبورت برضه بالكاونتر وعد واظبط وقت وارجع له واشوف غيره.
بنشتغل، كنا بنشتغل كلوز كينيتيك شن لان السليمة اللي بتقوى والضعيفة ما بتقواش. اللي فعل العملية بتقواش لان العين بيأفويد اللودنج على مين؟ اللي فعل العملية. جبنا اتنين ميزان حمام زي كده حطناهم تحت رجله وقلنا له اعمل سكوات والميزان وشه حديد هيجامله هو 50 كيلو نزل سكوات هو هيحط لي 25 و25 دي مجاملة؟ طلعتها رقم الارقام لك وجامل انا جبتني فين؟ الجهاز اهو حاطط فوت برنت وبيعمل سكوات وبص على مين؟ على الايمج كنت عاوز اجيب ده لقيتها في 800 يورو سنة كام؟ 2010 800 يورو يعني كده المرتب مثلا سنتين داخل سنتين 800 يورو ساعتها كان 14-15 ألف انا مش حاطط كنت وفرت لي 1500 ولا 2000 جنيه في الشهر بعد مصاريف واكل حوش 1500 ده كده كان مبلغ بالنسبه لي يعني كده بتكلم فلوس حي يا جماعه مش بتكلم فاعمل ايه؟ انا عاوز اعمل الصح ايه الحل؟ لازم تفكر اوت اوف بوكس وصلت لغرضي وفي الاخر لقيت عيني بتحسن ولا تقوى ولا تقوى بس عشان انت دايما دايما الكوره في ملعبك انا اللي مقصر انا اللي ما عملتش الصح مش انا عملت وانا عملت التمارين هو انا ما خافش هو ما بتدلع ما خافش ليه انا اللي انا مقصر في حاجه غلط عندي في شغلي طالما انت دايما لوام لنفسك وحاطط الكوره في ملعبك وانت اللي مقصر وانت اللي ما عملتش وتطمح للاحسن هتقابل جوه وتنمي وتزيد وتتطور وانا اشطر واحد انا ذاكرت وما حلتش يعني ايه المشكلة مذاكرة ما تحلش؟ ما طبيعي. في حاجات انت مش كل حاجة مذاكرها وكل حاجة عارفها. قدرا جات لي اسئلة في حتة انت مش عارف مش متقنها ومش مذاكرها، ايه اللي حصل؟ مش ذاكرت؟ اللي ما عرفتش يروح يعرفها. ده اختبار عادي. هتقابله كل يوم وكل عين هيجي لك عينك هتعالجه. نفس القصة زي ما دخلت الامتحان جات لك حتة مش مذاكرها، روح ذاكرها بقى عشان انت المفروض تعرفها عشان هيجي لك عين زي كده تعرف تعالجه. بس. بمنتهى البساطة اصحى بيت اللي بعدها شايفين الصورة دي؟ دي كروس كينيتيك اي ام او احنا ممنوع نعمل اوبن كينيتيك 30 زيرو طب اسيب الفي ام او ما اشتغلش عليها؟ طب انا لو اشتغلت كده السيرة بند مش ده كروس كينيتيك؟ وعملت سترينس جنين بلس جين اكستنشن وجنيها في مين؟ يعني بتقول في مربين فوتو باسف اكستنشن البايك طبعا احسن تمرين لعين الاي سي ال بشرط ان يكون ايه؟ الفيوجن قليل هو ما عادش الفيوجن السيرة بند في كل الدايركشنز ريكشن ابدكشن اكستنشن زي ما عملناهم في الكوره الجايه ونص سايتس الراجل ده هنا جهاز اهو ما عنديش الجهاز ربطت السيرة بند اللي هو بيشتغل بيه صح؟ ولا لازم اجيب الجهاز ده ولا لازم ما كانش عندي مش هعمل التمرين. هو مش ده بيدي ريزيستنس ده بيدي ريزيستنس فرقت ايه؟ دكتور معلش في السلايد اللي قبل كده الاكسرسايز اللي هو نايم ده وجايبين الرجل على الاخر ده سيف؟ اه سيف بس الفكره العيان ده كان طبيعي انا 125 العيان ده راح يكتب يعني هو اصلا هو عدى هو اللي راح مش انا مش انا اللي واخدها بس ده هو اللي هو مش انا اللي جاي اسالها ودي احنا قلنا ايه؟ 125 درجة ده واقف عند ده لكن هو راح ما عنديش مشكلة لكن مستحيل انا لا انا ما اروحش انا طب لو ما اروحش اخره 100 ووصلت 7 اسابيع ادوس انا عشان اوصل 125 ده وصل 125 لكن ما عنديش 125 بس تاني طب هو راح هو راح وحده مش فيه وده كتير هتلاقيه لكن لو ما راحش لحد 6 اسابيع او 8 اسابيع دخل على التام ولسه ما راحش 125 جنبي وذ بيشن ريتابيلتي يعني ما توجعش العيان قدر احتماله تمام قول
قلنا حسب الافريج دلوقتي هتكون الافريج